أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى قناة اللؤلؤة، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة. بداية نعتذر عن هذا التأخير الخارج عن نطاقنا والناتج عن خلل فني. عرفت مملكة البحرين على مدى تاريخها المعاصر حراكا سياسيا مميزا مقارنة بالجغرافيا الخليجية المحيطة، فالحراك السياسي البحريني الشعبي والحزبي سبق على السواء ثورات الربيع العربي بعقود، ولكن الأكيد أن انتفاضات الشارع العربي الأخيرة منحت الحراك السياسي في البحرين حيوية وزخما غير مسبوقين. ولئن اتحدت معظم القوى السياسية البحرينية حول ضرورة الإصلاح فإنها اختلفت حول مدى جذرية هذا الإصلاح وطرق تحقيقه. حركة الوفاق الوطني الإسلامية واحدة من أهم القوى السياسية المعارضة في البحرين، انخرطت في اللعبة السياسية منذ عقد من الزمن تقريبا، وتعاملت مع واقع سياسي واجتماعي حي ومتحرك ومتقلب أيضا. ما هي خلفيات هذه الحركة؟ أهدافها، مبادئها ورؤاها السياسية؟ ما هي خلفيات الأزمة في البحرين؟ وهل العلاقة بين الدين والسياسة لها دور في تحول التنافس السياسي إلى شحن طائفي؟ ما هو تأثير المحيط الإقليمي على مجريات وتشكل الواقع السياسي البحريني؟ وما هو موقع الحراك البحريني من ثورات الربيع العربي؟ وجهة نظر حركة الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين حول هذه المواضيع وغيرها نكتشفها في هذه الحلقة الخاصة، وهذا الحوار الخاص مع سماحة الشيخ علي سلمان الأمين العام لحركة الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين. سماحة الشيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بك. بداية، يعني جمعية الوفاق، لو تعطينا فكرة عن المبادئ والأهداف، لماذا ولمن جمعية الوفاق الوطني الإسلامي في البحرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لمن جمعية الوفاق؟ إلى أبناء شعب البحرين. كل أبناء شعب البحرين لديهم طموح في تطوير واقعهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهذه سنة الحياة ولن تتوقف. لماذا؟ أيضا هو التطور المنطقي في أي بلد من بلدان العالم أن هذه الأنماط التي أصبحت أنماط سائدة في كيفية التعاطي السياسي، في وجود حكومة، وجود أحزاب، وجود معارضة، وجود حراك، متى ما سمح أي وضع في أي بلد من البلدان بمساحة من الحرية ولو محدودة، الناس تبدأ في تكتيل نفسها باتجاه البحث عن مصالحها وتجميع طاقاتها من أجل. فالوفاق تجميع لطاقات مجتمعية من أجل الوصول إلى حالة تطويرية إلى المجتمع. يعني أفهم منك أنها حركة سياسية من أجل عمل سياسي لتطوير الحياة السياسية في البحرين. الوفاق جمعية سياسية، ولذا يعني بعض الأحيان نتيجة إلى وجود يعني رجل دين أيضا في مسؤولية جمعية الوفاق ترد بعض الأمور، هل نحن نقوم ببرامج دينية؟ فكان الجواب أن هذه ليست هي وظيفة جمعية الوفاق. جمعية الوفاق هي جمعية سياسية تضم مختلف الشرائح، مختلف الوظائف، مختلف الاهتمامات، وإذا وجد رجل دين من ضمن اهتمامات المجتمع فهو جزء من هذا الحراك. أما البرامج الدينية والبرامج الأخلاقية والبرامج التربوية إلها مساحات أخرى ومجالات أخرى، أما جمعية الوفاق فهي جمعية سياسية من أجل أهداف سياسية، وصول إلى أهداف سياسية، الأهداف التربوية، الأهداف الاجتماعية، الأهداف الاقتصادية، إلها جمعيات أخرى، حقول أخرى، أشخاص آخرين يتحركون فيها. نعم، ما دمت قد ذكرت يعني المسائل الدينية في علاقتها بالسياسة، نحن طبعا يعني في البحرين سيكون من الصعب الفصل ربما بين بعض الجمعيات الدينية والجمعيات السياسية. برأيك علاقة السياسة بالدين
وكيف تنظر جمعية الوفاق إلى هذه العلاقة بين السياسة والدين؟ هذه الجدلية هي جدلية أعتقد أن منشأها التاريخ الأوروبي السياسي، ومن الطبيعي أن ينعكس جدل التاريخ الأوروبي السياسي على بقية العالم، لأن أوروبا هي التي قادت العالم في العقود أو في القرون الخمسة الأخيرة. فحتى لو أردنا أن نهرب من هذا الجدل ونقول أن لدينا سياقات تاريخية مختلفة، لن يعفينا من الإجابة على هذه الأسئلة. وما يعفي جمعية الوفاق، لا، هو لا يعفي حركة الإخوان المسلمين في التي شكلت 28، ولا يعفي يعني حزب الدعوة الإسلامية التي تشكل في 50، ولا يعفي أي حركة إسلامية قديمة أو جديدة من الإجابة على هذا النوع من الأسئلة والإثارة. الفكرة الإسلامية جاءت مرتبطة، رسول الله هو المبشر بالرسالة، هو الداعية، وهو رئيس الدولة الأولى للحالة الإسلامية. ثم مضى هذا الأمر أيضا في زمن يعني الخلفاء الراشدين. ترى أن هناك علاقة عضوية بين الدين والسياسة وليست فقط علاقة تبادل مصالح؟ لا يمكن فصل الفكرة الإسلامية عن مجريات سياسية، أن الفكرة الإسلامية مختلفة مع الفكرة المسيحية. وهذا الفهم إذا أردت أن أتحدث في هذا الجانب الفكري ليس لنقص في المسيحية، وإنما لطبيعة تطور زمني لم تكتمل فيه المسيحية في الجانب الدولة، كما لم تكتمل اليهودية في جوانب أخرى. مو هو نقص، هو طبيعة مرحلة يأتي بالله سبحانه وتعالى برسالة، وإلا لو ترك للمسيحية أن تستكمل لابد أن تصل إلى تنظيم المجتمع، ولابد أن تصل إلى معنى الدولة، ولابد أن تصل إلى التدخل. يعني يفهم منك هي استكملت بالإسلام، ولكن لأنها فقدت هذا، إجت تجربة رجال الدين المسيح عندما أرادوا أن يدخلوا على الخط السياسي، هي اجتهاد بشري مش منظم في التوراة، مش منظم في حركة المسيح نفسه عليه السلام، فإجت شوية مصطدمة مع مبادئ أخرى وحريات أخرى وقناعات أخرى، وعرفنا بعدين نتجت هذه الجدلية بين الدين والدولة في أوروبا، وأفرزت الدولة العلمانية بدرجات بمعاني مختلفة. مشكلة المصطلحات، المصطلح المأتي به من حضارة أخرى دائما يشكل إرباك، أي مصطلح يشكل إرباك إلى الحضارة الجديدة، ولكن بالتسامح الموجود فنشأت فكرة العلمانية لفصل الدين عن الدولة. أما من تجي للتاريخ الإسلامي يصعب عليك أن تذهب بهذا الاتجاه، والمحاولة التي جرت لم تؤدي إلى نتائج إيجابية. وجدنا أن الحالة الإسلامية على سبيل المثال في تركيا تعود إلى الشعور بأنها حالة إسلامية ويجب أن تنطلق من الإسلام. هنا سيأتي الكلام عن أي إسلام، وهذا كلام كثير، بحيث يعني الإسلام هو الذي يلغي الآخر المختلف معه دينيا، المختلف معه سياسيا، ويستخدم عصات الدين استخدام بأن هذا الدين وهذا الحقيقة التي أمتلك، وعلى الآخر أن يتبع هذه الحقيقة. أنا شخصيا لا 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 أؤمن بهذا النوع من الدين. نعم، لو تطرقنا الآن، نعم هناك علاقة واضحة بين السياسة والدين على عكس ما هو في المسيحية، ولكن لو تطرقنا يعني دخلنا في التفصيل أكثر، هل برأيك يعني ما هو الأهم برأيك، برأي جمعية الوفاق الوطني، المذهب أم المواطنة؟ يعني نحن ندرك أن طبعا الديمقراطية تقوم على المواطنة، أنه كلنا أبناء هذا الوطن، لي ملكة وعلي ما عليك، هذه يعني تقام الديمقراطية على هذا بداية يعني كأساس. الآن تأتي قضية المذهب، هناك ربما من يرى أن المذهب هو الأولى وهو الأهم، برأيك أنت ما الذي يأتي في المقام الأول؟ أنا لا أنسجم مع السؤال في وضع هذه الثنائية والاختيار بينها، لأنه ممكن أن أنقل هذا السؤال أيهما أهم، الوطن أم الإسلام، وبالتالي سينشأ حالة من الاعتراض مشتركة بين كل الناس المسلمين.
أنا أعتقد ليس هناك من تناقض بين الوطن وبين الديانة التي ينتمي لها الإنسان، وليس هناك تناقض بين الوطن وبين المذهب، وليس هناك من تناقض بين الوطن وبين العرق. الوطن هي صيغة جامعة الآن في النظام السياسي الحديث، صيغة جامعة لا تقوم على انتهاك الدين ولا انتهاك المبدأ ولا الاستخفاف بالمبدأ ولا الاستخفاف بالعرق، تقوم على أساس أن تجمع كل الناس الذين يعيشون في إقليم معين تحت نظام سياسي معين، أيا كان دينهم، أيا كان عرقهم، أيا كان مذهبهم، أيا كان طبيعة خلفياتهم، تحت عنوان واحد يسمى عنوان المواطنة، دولة مواطنة، ينظم الحقوق والواجبات على أساس هذا الموضوع، وهذا لا تناقض فيه. ليس هناك من تناقض، وجدت أن في على الأقل 20 سنة الأخيرة أن أوروبا وفرنسا اللي فيها العلمانية بصيغها الأشاد، وقبلها أمريكا على مدى 100 سنة الآن، هي محد الهجرة إلى كثير من الشعوب الإسلامية. ليس هناك من تناقض يجب أن نطرحه، هل المذهب مقدم أم الوطن مقدم؟ هذه الجدلية ليست موجودة. الوطن لا يمس لأن أنت انتمائك هذا الدين أو هذا المذهب أو هكذا. الوطن يؤسس على أسس مواثيق وعهود، تسميها دستور، تسميها مبادئ معينة، وهذه المواثيق والشسمة تلتزم بين الناس الذين يعيشون في هذا الأمر. ومن ضمن الأساسيات إلى أي مجتمع حديث هو حرية المعتقد واحترام حرية المعتقد. نعم شيخ علي، يعني نحن نسأل هذه الأسئلة طبعا لأنه في السنوات الأخيرة وفي العقود الأخيرة ظهر هذا الجدل حول الديني والسياسي، وطبعا لابد من الحديث فيه، سيستمر إلى ما لا نهاية. نعم، ولكن في حال يعني أنتم إذن ملتزمون بالديمقراطية مهما كانت النتائج التي يأتي بها صندوق الاقتراع في هذه الحالة. لا أعتقد بأنه هذا الطريق، أنا دائما أسميه هو أفضل اكتشاف إنساني بعيد عن الاكتشافات العلمية اللي هو اكتشاف الجاذبية واكتشاف الأمور. هذا الاكتشاف هو من أفضل الاكتشافات الإنسانية لأنه وجد طريق إلى حل المشاكل الطبيعية التي ستوجد بين الناس لوجهات النظر المختلفة والتدافع ورؤية المصلحة والسعي إلى الوصول إلى السلطة، وليس أمر معيب. وجد لها طريق مقنن بعيد عن عنف الشارع وعنف الجيوش وعنف المجموعات، إلى طريقة منظمة عبر صناديق اقتراع لا تكلف المجتمع ولا تكلف الأمة أي خسائر حقيقية، كلها عملية منتجة. فأعتقد بأن أيا كان الأيديولوجية التي ينطلق منها الإنسان، أيا كان الدين الذي ينطلق منها الإنسان، أيا كان المذهب الذي ينطلق منها الإنسان، لابد من التسليم في النتيجة النهائية إلى خيار ما يشكل مجموع المواطنين في أي بلد من البلدان. إذا حاولنا أن نأتي بنظرية تفرض على المواطنين أمر غير مقتنع فيه فإحنا نؤسس إلى العنف، لأن أي واحد سيضع تحت القهر بأي عنوان، بعنوان ديني، بعنوان يقع تحت القهر، بعنوان عرقي، بأي سيفكر في طريقة لرفع هذا القهر إذا ما كانت الديمقراطية مفتوحة إلى هذا التغيير. ولذا أنا أقول للإسلاميين، ليس من الآن، من 20 سنة، إذا تعتقدون بأن دينكم ونظريتكم السياسية هي أفضل من النظريات الأخرى وأن الناس، أقنعوا الناس بها، إذا اقتنعوا فيها بصناديق الاقتراع أنتم تأتون. الناس في حرية دائمة بأنهم يغيرونكم ويستبدلونكم بآخرين، تحدي مالكم هو أن تشرحوا للناس وتقنعوا الناس برؤاكم. فالإجابة على هذه الجزئية، ليصل وفقا للانتخابات الحرة أي فريق وبلا استثناء، أنا عندي بعض المشاكل يمكن في هذا الاتجاه، أنا ليس عندي أي محذور، ليس عندي أي محذور على الأحزاب الشيوعية في أن تتحرك حتى وإن كانت ملحدة، لأني أثق في خيار الأمة. ولا أعتقد بأن الأمة الآن، ما في أحد يدعي الشيوعية بمعنى الإلحاد، كلها قدمت بأشكال مختلفة، ولكن إذا وجد أحد يقول أنا لا أؤمن بالله، هل يحرم من العمل السياسي؟ أنا لا أحرم من العمل السياسي. وكيف ستكون هذه الأمة تقول أنها إسلامية وتأتي بحزب يقول أنا يعني أنكر الإله، وهي مبدأها الرئيسي الإله والتوحيد، ولكن حريتها يجب أن يكون موجودة حتى أنفي
مبررات العنف لأي فريق من الفرق. شيخ علي، يعني إذا تناقضت هذه الآراء، المرجعية الدينية مثلا، هذا سؤال يطرحه المواطن، إذا تناقضت هذه الآراء مع آراء المرجعية الدينية ورفضتها، وقعنا هنا في مشكل على ما يبدو. سنتبع السياسي أم ماذا؟ يعني دائما نحن أمام مواضيع جدلية فكرية، مواضيع سياسية مباشرة. هناك نصوص قرآنية لا أحد يختلف من المسلمين عليها، والنصوص في تفسيرها يأتي الاختلاف، المحكم أيضا يصير في اتفاق، وينشئ من خلال هذا المحكم مجموعة أمور يقول هذه من ضروريات الدين لا يجوز الاختلاف عنها لأنها مسلمة ولا يثار الجدل حولها، كوجوب الصوم والصلاة والحج وغيرها من الأمور. خارج هذا الإطار هو اجتهادات بشرية. الاجتهاد البشري، وخصوصا إذا دخلنا في الإطار السياسي، هو حتى الاجتهاد البشري في الفتوى يؤخذ ويعطى. يعني أنت تشوف الفقهاء يفتون على نفس المسألة في أكثر من، يأتون بخمسة أحكام لمسألة واحدة. فهني الاجتهاد البشري. من تدخل إلى المجال الاجتماعي والمجال السياسي أصبح هذا رأي بشري، ينتقد، يؤخذ، يعطى، يصوب، يخطأ. وهذه أيضا ضريبة العمل السياسي. لا يمكن أن أتقدم وأنا ألبس اللباس الديني تشرفا بهذا اللباس واستحبابا، هذه الفكرة الرئيسية من هذا اللباس الديني، هو أن هذا لباس رسول الله، فيأتي الاستحباب في أن الإنسان يلبسه، فرجال الدين الذين تعلموا بعض علوم الدين أخذوا هذا الاستحباب، وهذا مصدر وجود هذا اللباس عند السنة والشيعة، هذا الفكرة الرئيسية. من تدخل في حسابات السياسة وحسابات المجتمع وحسابات الصح والخطأ السياسي، أنت هنا عرضة إلى النقد وعرضة إلى الأخذ والرد وعرضة للموافقة والمخالفة، لأنه اجتهاد بشري، لأنه اجتهاد بشري، وأنت تعمل في مجال للآخرين أن يجتهدوا فيه كما لك الحق أن تجتهد. أستاذ علي، سؤال أخير في هذا الملف، يعني على علاقة ديني بالسياسي. جمعية الوفاق لم تحصل على 18 مقعد في البرلمان البحريني، و 60% من مجموع نسبة الناخبين، إلا بعد أن زكاها المجمع العلمائي. هذا ما يقوله طبعا خصومكم السياسيين، صح التعبير، بمعنى أنه هذا له تأثير كبير، وأنه ربما يستغل البعض مثل هذا الجانب للتأثير، يعني خصوصا في دولة صغيرة مثل البحرين ومجموعة سكانها نعرف كلنا انتماءاتهم. رأيك في هذا؟ طبعا الوفاق لديها علاقة بالمجلس العلمائي، وتتواصل مع المجلس العلمائي كما تتواصل مع جهات دينية أخرى، وتكون الاحترام إلى الوجود الديني سنيا أو شيعيا، ومنفتحة على الجميع الذي يفتح أبوابها إلى الوفاق. الوفاق تسعد بالتواصل معه. ولكن موضوع الفوز في الانتخابات لثلاث دورات متتالية وفي ظروف مختلفة أعتقد تعود بنسبة كبيرة إلى قناعة الناخب ببرنامج جمعية الوفاق وبما وجد من جمعية الوفاق على مدى هذه السنوات البسيطة. احنا مش امتحان كبير، على مدى السنوات البسيطة. دخلنا الوفاق في 2002 انتخابات وحصدت نسبة يعني مقاربة، زادت قليلا في 2006 ثم زادت في 2010، وهذا يدل على أن الناس تقتنع ببرنامج جمعية الوفاق وبأداء أعضاها، وأداء أيضا تأخذ وتعطي عليه، عند بعض السلبيات عند بعض الإجابات، ولكن في المحصل هناك رضا اجتماعي عن أداء سياسي لجمعية الوفاق. ولولا وجود هذا الرضا السياسي من الصعب، يعني هناك شخصيات أيضا دعمت من جهات مختلفة، جهات في المؤسسات الرسمية، جهات إعلامية تملك نفوذ أكبر مالي ونفوذ إعلامي أكبر من أي تشكيلة أخرى، ولكنها لم تنجح لأن الناس غير مقتنعة بها. نعم شيخ علي، أنت في بداية الكلام قلت أن جمعية الوفاق هي لكل أبناء البحرين، الآن أيضا ذكرت أنها تفتح أبوابها للجميع. ربما بعض الانتقادات الموجهة أنه لا يوجد من ضمن أعضائها أو من ضمن قياداتها
خصوصا بالذات من ضمن قياداتها من أبناء السنة في البحرين. نحن طبعا نأسف لهذه التقسيمات، لكن هذا واقع موجود، وأصبح الحديث عنه وإن كان هو حديث كريه في الواقع. نحن لا نريد أن هذه التقسيمات، لكن نظريا لابد من ذلك. لا يوجد من بين أعضائها أي من أبناء من القيادة أي من أبناء السنة، وفي أعضائها أعتقد أنه العدد قليل جدا. هل هذا بسبب الإقصاء الطائفي، بسبب الاصطفاف الطائفي، أم أسباب ذلك؟ هذه مشكلة طبعا هي مش مختصة في جمعية الوفاق، وأعتقد بأن ممكن كل الأحزاب. أنا أعتقد أن النهضة أيضا تواجه هذا، لأن ليس فيها مثلا يهود. هناك لا تتكلم عن مذاهب، لأن ليست هناك مذاهب تشكل مشكلة في تونس، ونفس الموضوع في العدالة والتنمية المغربي والتركي، ونفس الموضوع بالنسبة للإخوان المسلمين، وفي محاولات لتجاوز هذا الموضوع. فهي مشكلة ما هي خاصة بالبحرين، وعندما نأتي إلى البحرين فهي مشكلة ليست خاصة بالوفاق، أو إشكالية ليست خاصة بالوفاق، فهي نفس الإشكالية على منبر الإسلامي، نفس الإشكالية على السلف، نفس الإشكالية على كل الجسم. الفكرة أيضا التي تحكم هذا الموضوع بأن نظام الجمعيات السياسية ينص على فقرة وهي طبيعية، لا يجوز إجبار أحد على الانتماء لجمعية، لا يجوز إجبار أحد، والجمعية مفتوحة لكل المواطنين، المنبر مفتوح لكل المواطنين، والوفاق مفتوحة لكل المواطنين. ولكن تفشل المنبر في الحصول على عضويات من الشيعة، ويفشل الوفاق في الحصول على عضويات واسعة من السنة، وتأتي المشكلة في بالتحديد في عدم وجود قيادات من هذا الأمر. أنا أعتقد هذا واحد من التحديات التي يجب أن لا يستسلم لها، ويجب البحث في طرق إلى كيفية الانتقال بالوجودات السياسية إلى وجودات مشتركة أكثر. لأن في واقع الأمر البرامج والأنظمة الأساسية إلى درجة كبيرة جدا هي متفقة ومشتركة في الأهداف. نحتاج أن نجتاز مرحلة من العمل السياسي المشترك، واعتقادي وانطباعي بأنها ستؤدي إلى ذوبان التكتلات أو التحديات. تتصور أن هذا ممكن أن يحدث في البحرين في المستقبل القريب؟ حتما سيحدث بسبب الرؤية أو الاتفاق على الأقل في الأهداف. حتما سيحدث في البحرين، وهو يحدث الآن، ولكن مش في شكل العضويات. يعني هناك تكتلات حدثت في تاريخنا السياسي القصير الآن لمدة 10 سنوات، من تكتلات سياسية وعمل مشترك بين القوى السياسية يقوم على البعد السياسي، فينخرط فيه السني والشيعي والعلماني والإسلامي، لأنهم يتفقون في هدف معين، وهذا الهدف المعين يجعلهم يضعون برنامج واحد مشترك ويضعون عمل مشترك. هل ممكن أن يتطور هذا إلى وجود واحد سياسي مشترك؟ هناك محاولات، وأعتقد أنها لابد أنها ستفرز في الساحة في السنوات القادمة رؤية بهذا الاتجاه. نعم. لابد أنها ستفرز في الساحة رؤية بهذا الاتجاه. قبل أن أواصل معك في الموضوع هذا بالذات، يعني سأسألك عن المرأة. طبعا هناك من يتخوف من أنه دور المرأة ثانوي، وفي جمعية الوفاق كيف تنظرون إلى دور المرأة؟ هل ستحافظون في حالة مثلا فوزكم في الانتخابات وحصولكم على الأغلبية؟ هل ستحافظون على مكتسبات المرأة البحرينية، أم أن مخاوف ربما بعض الناس مشروعة في هذا المجال؟ مكتسبات المرأة البحرينية جزء من المسؤولية أو جزء من نجاح الوصول إليها هو طبيعة المجتمع البحريني. المجتمع البحريني هو الذي أنشأ التعليم الأهلي قبل البعد الرسمي، وسمح بهذا التعليم للرجل والمرأة. المجتمع البحريني يعني ما كان عنده تحفظ فكرة سياقة المرأة أو فكرة دراسة المرأة أو فكرة عمل المرأة بنفس المستوى الجسمي. نحن كنا ولازلنا وسنبقى ندعو إلى أن بيئة العمل وبيئة الدراسة وبيئة المجتمع تكون بيئة محافظة على المرأة، بمعنى لا تعرض المرأة إلى الانتهاك وإلى الابتزاز لكونها تتحرك في إيقاع المجتمع. فترة التأسيس قبل 10 سنوات في جمعية الوفاق كان تقريبا هناك 15% من لحظة التأسيس عنصر نسائي، وهذا عدد معقول في مجتمع محافظ سميه، في مجتمع
على الرجل والمرأة السياسة ممنوعة، ولما تكون السياسة ممنوعة على الرجل والمرأة من الطبيعي أن الرجل يتقدم، لأن المخاطر محتملة أكثر ومقبولة أكثر، وهي ليست مقبولة اجتماعيا بالنسبة إلى المرأة. الآن تم اتخاذ قرار في جمعية الوفاق لمعالجة فشل حدث في جمعية الوفاق في الانتخابات التي خاضتها في 2006 و2010، خلو قائمة الوفاق من العنصر النسائي، وإن دعمت الوفاق عنصر نسائي من خارج جمعية الوفاق. الوفاق بشكل علني كانت تدعم الدكتورة منيرة فخرو، هي امرأة يعني غير إسلامية، بمعنى غير إسلامية، مسلم، كنا مسلمين ولكن غير في إسلامية في التوجه السياسي، ولكن لم تضع على قائمتها الخاصة عنصر نسائي. الآن أصبح قرار في الأمانة العامة وصادق عليه شورى الوفاق بأنه في أي انتخابات برلمانية قادمة لابد من وجود المرأة على هذه القائمة. يعني وجودها سيكون فاعل وحقيقي ومحافظة على المكتسبات وليس شكليا لأجل أن يرى المواطن البحريني وربما كل المكتسبات التي تحققت للمرأة في مجال التعليم، في مجال الحركة الاجتماعية، في مجال العمل، الوفاق تريد أن تعزز هذه القيم الموجودة. يمكن أن نرى في يوم من الأيام امرأة على رأس جمعية الوفاق؟ ممكن. النظام الأساسي لا يضع حجر على هذا، لا يمنع لا هذا. يمنع هذا طبعا، لا يمنع هذا. يعني إذا أوصلتها الانتخابات أهلا وسهلا بها. هي تصل في داخل انتخابات جمعية الوفاق منذ تأسيسها حتى الآن، احنا عندنا أمانة عامة تنتخب بأمين عام ونائب أمين عام، فهم شخصين فقط، لكن عندنا 30 شخص منتخب آخر في جمعية الوفاق اسمهم شورى الوفاق. منذ التأسيس حتى الآن عندما تتقدم المرأة إلى الترشيح في داخل جمعية الوفاق كانت تحصل على أصوات عالية جدا وتفوز بمقاعد انتخابية. تعتقد أن الباب مفتوح، وما حدث في هذه الانتفاضة الآن دفع بالوجود السياسي للمرأة وفرض، نعم نحن نراها في الشارع أيضا، خلاص يعني انفرض وجود المرأة السياسي بشكل يعني لا يمكن تجاوزه، وهذا ليس لأن الرجل أعطاها، هي فرضت نفسها. هي موجودة في هيك يعني الحقوق وش اسمه. الرجل في البحرين بشكل عام هو رجل متفتح متسامح، وعندما أقول كل هذا الكلام لا أعني أنه يخرج عن تعاليم الدين، أنا في اعتقادي لأني رجل متدين، أنا في اعتقادي دائما أن الله سبحانه وتعالى وضع أفضل الأنظمة، وفي هذا النظام لا يمكن أن يوجد تصور عقلي إلى ذرة ظلم لا لرجل ولا لامرأة. يمكن تطبيق البشري باسم الدين أجحف المرأة تاريخيا ويجحفها لحد الآن. نحن في الوفاق نعتقد بأن المرأة هي قبل أن تكون مرأة، والرجل قبل أن يكون رجل هو إنسان، هو أكثر من 90% منا إنسان، هذه 10% تسوي رجل وتسوي يا شوي، وبالتالي هذه المساحة 90% تفرض نفسها، والرجل إلى حركة أيضا لأنه رجل إلى مساحة من الرجولة تتحرك في مساحة خاصة، والمرأة أيضا كأنثى تتحرك في مساحة خاصة، ولكن الإنسان حاضر في كل الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. نعم لو تحدث الآن عن المعارضة والمعارضة يعني قوى المعارضة كلها، جمعية الوفاق وغيرها، بماذا تختلفون؟ ما الذي يميز جمعية الوفاق عن قوى المعارضة الأخرى؟ ليس كثير. يعني ما الذي يجعل المواطن البحريني، أنا كمواطن بحريني أريد الوفاق لأنها تتميز بكذا وكذا؟ ليس كثير. على مستوى نظامها الأساسي، على مستوى أهدافها المعلنة، ليس هناك كثير فرق بين الوفاق أعتقد وبين المنبر الإسلامي، وليس هناك كثير فرق بين الوفاق وبين جمعية وعد، ليس كثير. ولذا تشوف هناك برامج تقريبا متشابهة، والبرنامج الانتخابي يقترب أكثر إلى بعض البعض، وهذا أيضا مما يشجع المفترض هذه القوى السياسية أن توجد برنامج مشترك وتدخل الانتخابات في قوائم مشتركة، وهو أيضا أمر لم ننجح فيه في السابق، ولكن أيضا أخذنا في خطوات وأخذنا في دراسات وأخذنا في قرارات أولية بأن أي انتخابات قادمة ستكون عنوان اللائحة الوطنية هي أكثر الحاضرين فيه والفاعلين في هذه الانتخابات. ممكن
يعني وبلا فخر، وكل الجمعيات الموجودة هي جمعيات مناضلة وجمعيات وطنية. يمكن في حالة من الرمزية في مؤسسين جمعية الوفاق، وهذا ليس فضل منهم على أحد ولا شيء، ولكن الأستاذ عبد الوهاب حسين الله يفرج عنا الآن، أحد أعزائنا المعتقلين، أستاذ حسن مشيمع، شيخ حسين الدهي، شيخ حسن سلطان، منه دلين، راح تشوف دلين يسمونهم مجموعة المبادرة، هي المجموعة الرئيسية التي تصدت إلى قيادة انتفاضة التسعينات بزعامة يعني كبيرهم ووالدهم الشيخ عبد الأمير الجمري رحمة الله عليه. هذا الوجود التاريخي والمباشر، يعني هم كانوا في سنة 95 يقودون انتفاضة مطلبية، وفي سنة 2001 شكلوا هذه الجمعية، هذا أوجد لهم هذا الزخم وأعطاهم هذه المصداقية، ولأنهم أخلصوا في استمرار بقى زخمهم موجود. وإذا تخلوا أو تنكبوا عن تبني قضايا المجتمع والإخلاص لها وانحرفوا لمصالح خاصة حزبية أو المحار الشخصية أو تخلوا عن النضال، هم يعني هم كمؤسسة الآن ما عادوا كأفراد، من يندمجون في المؤسسة مثلا راح تنتهي وتفقد مبررات وجودها. نعم شيخ علي، أنت ذكرت أنه ليس هناك فرق كبير بين المعارضة، إذن يعني ربما السؤال المشروع هنا هو لماذا لا تتحد هذه القوى في تكتل معارض واحد يمنحها وزن أقوى وصوت أقوى وصوت أكبر، ولكن أخذ منك الإجابة بعد هذا الفاصل القصير. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل، فابقوا معنا. الشعب المناضل المضحي من أجل بحرين ديمقراطية، بحرين العدالة والمساواة، في مقدمتهم الشهداء وأسر الشهداء الكرام، المعتقلون، المرأة المناضلة الحاضرة في مفاصل كل هذا التحرك، إلى المفصولين وجميع المتضررين، ألف ألف شكر لكم. هنا من مجموعة من المصطلحات أريد أن أؤكدها، سبق أن تحدثت فيها في أحد المؤتمرات، عندما نتكلم عن الديمقراطية التي نطالب بها فهي ديمقراطية ويستمينستر وديمقراطية فرنسا وديمقراطية أمريكا، وليس ديمقراطية صدام حسين ولا ديمقراطية زين العابدين ولا ديمقراطية القذافي. أقول هذا الكلام، أرجو من الإخوة هاي السماء هاي الصوايا لا تشتغل، الله يخليكم، قد تفسر تفسيرات خارج إطار ما نريد. هنا يجب الالتزام بالشعارات الوطنية المتفقة عليها، ولا أريد أن أسمع هذه مع الاعتذار إلى الإخوة الأحبة الذين أتوا بي. عندما أتحدث عن موضوع الديمقراطية فأنا أقصد هذه الديمقراطية ولا أقصد تلك الديمقراطيات، ففي تونس تجرى انتخابات، وفي عراق صدام حسين تجرى انتخابات، وفي مصر مبارك تجرى انتخابات، ولكنها يوم لعزاء الديمقراطية. كما أن أهلا بكم ومرحبا ثانية أعزائي المشاهدين، ونواصل هذا الحديث مع سماحة الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني في الإسلامية في البحرين. شيخ علي مرحبا بك مرة ثانية. كنت قد سألت قبل الفاصل عن الموانع، ما دامت الأهداف في أغلبها هي نفسها، الموانع التي تحول دون وجود تكتل مثلا، هل هناك أسباب خاصة، أسباب إثنية، أسباب طائفية، أم أنه أنا أعتقد بأنها حداثة التجربة هي واحد من الأمور. بين العمل السري وبين العمل العلني حاولت الأحزاب القديمة أن تعيد إنتاج أنفسها في شكل عمل علني، فهذا أيضا خلاها تتكتل على نفس الإيقاع القديم الموجود، وهذا ما يخص أي فريق يعني،
الإخوان المسلمين كانوا يعملوا مع بعضهم البعض تحت عنوان جمعية الإصلاح، راحوا تمثلوا في شكل جمعية المنبر. السلف كانوا يعملوا في جمعية التربية، راحوا تمثلوا في جمعية الأصالة. الوفاق تعمل في شرائح مختلفة في بيئة معينة، راحت تمثلت. الوعد تمثلت من خلفية تاريخية معينة وقريبة منها جدا المنبر الديمقراطي من خلفية. فهذه مرحلة نتيجة إلى تقارب الأهداف، نتيجة لتطور الواقع السياسي على مدى عقود. أنا أعتقد بأن هذا التحدي والاستحقاق مسؤول عن القوى السياسية اليوم المختلفة، أنها يعني هي أنجزت شيء غير مسبوق في أنا في تقديري في تاريخ العمل المشترك السياسي. يعني البحرين عندها تحالفات وسهولة إحداث هذه التحالفات، وعندها برامج مشتركة وعندها أهداف مشتركة وتعمل مع بعض. يعني هناك نوع من الديمقراطية على ما في ما في عداء فيما بين هذه القوى السياسية في كثير من الأحيان وداخلة في الجسر. أنا قد أتكلم عن القوى السياسية المعارضة، وما أقول معارضة لأن الموالاة شوي في خلاف في بين الموالاة والمعارضة حول طبيعة الإصلاح السياسي المطلوب وسرعة الإنجاز هذا الإصلاح في هني. أما بين المعارضة فما في هذا الاختلاف، يعني متفقين على الأهداف ومتفقين على الجدول الزمني لازم ومتفقين. هذا يجعل هناك تحدي عليهم أنهم يتبلورون في شكل تكتلات سياسية أو صيغة سياسية مشتركة، وهذا الفكرة ما بارحت أذهانهم، ما تحقق فيها الطموح، ولكن ما تحقق هو شيء إيجابي. وجود التحالف السباعي، وجود التحالف الرباعي، وجود أحيانا تحالف من 11 جمعية إلى العمل على العدالة الانتقالية، فهذا كله يعطي مؤشرات إيجابية أن في فرص إلى تطوير هذا التحالف إلى صيغ عمل مشتركة أكثر تقدم. حداثة التجربة برأيك هي اللي تسببت في هذا، وليس لأنه مطالب البعض فئوية. أنا قرأت في البعض أنه يقول هذه مطالب فئوية، وهذا صحيح. هذا مطلب وعد هو نفس مطلب الوفاق، مطلب المنبر الديمقراطي هو نفس مطلب الوفاق، مطلب التجمع القومي هو نفس مطلب الوفاق. فبالتالي ما لها علاقة بالفئوية ولا لها علاقة بالجسمة، وإنما جزء منها حداثة التجربة، جزء منها يعني محددات إنتاج الوجود السياسي في هذه اللحظة أفرز بهذه الطريقة. ووجود ترى الناس في أحزاب مختلفة هي بعد سنة، يعني ظاهرة صحية تراها. شو معنى ظاهرة صحية سياسية؟ إن لابد أولا من كل مجموعة بعدد معين، يعني الآن القانون حددها في 50، ولو رفعها إلى 100 أو 300 أو أكثر مش مشكلة، ما تصبح مشكلة حقيقية. من حق الناس أنها تشكل أحزاب. وجود التكتلات الكبيرة على الإيقاع الأمريكي، الجمهوريين والديمقراطيين، هي تترك ممكن تحدث في البحرين وممكن لا تحدث. أحزاب متعددة كما هي في غالب بلدان العالم، في أكثر من حزبين وفي أكثر من أحزاب، وهذه الأحزاب تتنافس سياسيا، ويضعف حزب فترة ويقوى حزب فترة. نعم. الآن أنت ذكرت كثير من الأحزاب وذكرت إمكانية التعاون. هناك طبعا تجمع الوحدة الوطنية لم تذكرها. هل هناك أولا من سبب أنك لم تذكر، برغم أنه يقول أنه له أتباع كثيرين وأنه أخرج تظاهرة بلغت أكثر من 350,000، ولكنك لا تذكره. ونحن طبعا نتمنى أنه في يوم من الأيام يأتينا السيد حتى الشيخ عبد اللطيف المحمود نفسه إلى قناة اللؤلؤة لنحاوره ونفتح له المجال للتعبير عن رأيه. ولكن الآن نحن معك أنت، لماذا لم تذكره؟ ما هي العوائق لأن تعمل معهم؟ طبعا كنا يدرك أنه أغلب المنتمين هم من أهل السنة للتجمع، في حين أنه طبعا أغلب المنتمين لجمعية الوفاق الوطني هم من الشيعة. هل هذا هو السبب أم أن الأسباب سياسية بحتة؟ طبعا كقناة إعلامية المفروض أن تكون متاحة إلى سماع وجهات النظر المختلفة، ومفترض هذا أن تكون في أي قناة إعلامية. أتمنى أن قناتكم الإعلامية تكون قادرة على التحرك أيضا في البحرين، لأنها تهتم بشأن البحرين بدرجة رئيسية. الشيخ عبد اللطيف وتجمع الوحدة الوطنية هو تجمع حديث النشأة. أنا أشرت إلى المنبر والأصالة بصفتهم وجودات أساسية
موجودات حقيقية راسخة في الأرض منظمة وعملنا معها انتخابيا، نافسناها، نافستنا، عملنا مع برلمانيين، اشتركنا في العمل، التقينا وما شابه ذلك. تجمع الوحدة الوطنية لحد الآن يعني أنا شخصيا وأحترم الإخوان في تجمع الوحدة الوطنية، بس هذا تجمع غير ممتحن. بمعنى؟ بمعنى أن الأصالة عندها 7 نواب، المنبر الإسلامي عنده 7 نواب، هذا في انتخابات 2007. في انتخابات 2010 انخفض هذا التمثيل لأسباب مختلفة إلى 2 و3 نواب. تجمع الوحدة الوطنية لا أعرف كم سيحصل على من نواب عندما يدخل انتخابات حرة ونزيهة ويرفع عن الدعم الرسمي ويعامل كأي حزب سياسي آخر موجود. هذا ليس يرفع عن الدعم الرسمي، هل أفهم من كلامك أنه هذا حزب موالاة وليس معارضة حقيقية؟ لا، هذا الحزب موالاة، هذا الحزب الآن هو حزب موالاة. أهم اهتماماته لحد هذه اللحظة هو إعطاء وجهة نظر باتجاه المعارضة أكثر منها إعطاء وجهة نظر باتجاه النظام. وإن كان في البيان الأول إلى التجمع قبل أن يتحول إلى مؤسسة رسمية كان في عنوان لنا مطالب، ثم هذا اختفى إلى أكثر عنوان أن والله المعارضة تكذب، أن المعارضة عندها موارئيات، أن المعارضة، فأصبح مهتم بالمعارضة أكثر من اهتمامه بالنظام. والحزب حتى يكون حزب معارض يكون عنده، تطلق على حزب معارض إذا عنده رؤى مختلفة مع النظام. إذا ما كان عنده رؤى مختلفة مع النظام بس هي بس تقسيمة سياسية، يعني لا المعارضة فخر ولا الموالاة فخر. ممكن أن يكون الموالاة هو الأفضل، ممكن تكون المعارضة هي الأفضل. من يمتلك رؤية تطويرية، من يمتلك إنسانية أكثر، من يمتلك وعي وتقدم أكثر ويكون أفضل، ما له علاقة. لكنه يطالب في أدبياته بالإصلاح، يطالب بإطلاق سراح المعتقلين، يطالب. هل ترى أنه هذه مطالب مجرد مطالب ترقيعية أو للتزيين؟ لذلك ذكرت أن في بيان أول وفي تطور سياسي أتى بعد هذا البيان الأول، وفي اجتماع لا أريد أن أتحدث عن عدده حدث في 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 فبراير، وفي لقاءات أخرى حدثت في نوفمبر وفي ديسمبر، ولا أريد أن أذكر عددها أيضا، ما لي علاقة بهذا الموضوع. ولكن ليس هناك إلا الاحترام إلى الإخوة في تجمع الوحدة الوطنية، ويدنا مفتوحة، والتقينا فيهم في فترة أبريل ومارس، ونحن ما عندنا مشكلة أن نلتقي مع أي أحد. لدينا مطلب، ما عندي أي مشكلة فيه. نعم، المطلب. أنا أريد أن أحكم في شعب البحرين في مصيره السياسي. هل يرفضونهم هذا؟ هذا قاعدتي، هذه القاعدة. أي أحد مستعد أن ينطلق من هذه القاعدة سنجد نقاط مشتركة. أما من يقول لا، المصدر الشرعية ليس شعب البحرين بسنته وشيعته، مصدر الشرعية هي الأسرة، أقول لي إحنا نختلف في هذا الموضوع. دستورنا يقول الشعب مصدر السلطات، ميثاق العمل يقول الشعب مصدر السلطات. نريد أن ننظم مصدر السلطات الآن في شكل كيف الشعب يعطي السلطة إلى مجموعة من الناس كانوا 40 أو 50 يمارسوا السلطة التشريعية، هو يعطيهم، هذا معنى مصدر السلطات. الشعب مصدر السلطات، في سلطة اسمها سلطة تنفيذية، كيف الشعب يعطي السلطة التنفيذية تفويض منه إلى شخص معين أو أشخاص معينين يقومون يمارسون دور نيابة عن الشعب. أنا أريد أن أنظم هذا الآن. من عنده استعداد أن يتناقش في هذه الأسس وينظم هذه الأمور؟ أما من يقول لا، أيا كان، وحدة وطنية، منبر إسلامي، رابطة إسلامية، والآن عدت شو اسمه تجمع قوم، أي عدت حلفاء وعدت غير حلفاء، عدت موالاة وعدت معارضة، ليس لدي علاقة بحساسية ورفض إلى أحد. هذه المبادئ، هذه القيم، هذه المثل، نحن نحاول أن نتعاون مع الجميع من أجل أن تحقيقها، وتحقيقها لصالح الجميع، لأننا نعتقد بها، نعتقد بها. إيدي ستكون مفتوحة إلى أي أحد يقول إيه والله الشعب مصدر السلطات، نريد شو اسمه، من يقول لا الأسرة مصدر السلطات والشعب يجب أن يتبع الأسرة، أقول له في خلل، وهذا الخلل أدى إلى ضياع يعني فرص هذه الوطن وشعبه وكذا، ويجب تصحيح هذا الموضوع. يعني هذه هي نقطة الخلاف الأساسية. إيه الفكرة ببساطة جدا، الآن أعتقد أنه لا يجوز أن يثار جدل في أي منطقة من العالم بأنه يجب أن يحترم شعب أي منطقة من العالم، وعيب علينا أن نقول في شعب في العالم غير مستعد
أن يحكم نفسه، لأننا نقول أن هذا شعب لا يحكم إلا بالدكتاتورية ولا يحكم إلا بالقمع، فهذه إهانة. أنا إذا سمعت أحد ذكر ذلك عن شعب من الشعوب فهو يهين هذا الشعب إهانة يعني لا تغتفر. نعم شيخ علي، في تاريخ الحراك السياسي والنضال السياسي البحريني كانت دائما المطالب موحدة، يعني كنت تلاقي السنة والشيعة ولا تعرف أن هؤلاء سنة أو شيعة، كان دائما كانت المطالب موحدة، يعني جميع البحرينيين يطالبون بنفس الشيء تقريبا. لكن وفي المدة الأخيرة، ربما في السنوات الأخيرة، وللأسف الشديد بدأنا نلاحظ أنه هناك نوع من الاصطفاف الطائفي وحتى الشحن الطائفي. يعني برأيك أولا، متى كانت نقطة هذا التحول؟ بس قراءة الواقع بصورة رومانسية هي مخالفة إلى ما ليست هذه الصورة هي في واقع لا البحرين ولا غير البحرين. ما في صورة مثالية وردية إلى أن القوى السياسية في مصر كانت دائما مؤتلفة، والقبطي مع السني ومع المسلم، هذه صور مثالية غير موجودة. في تحركات في تاريخ البحرين موجود فيها نوع من التمايز الطائفي، حركة 23 في سنة 23 موجود فيها تمايز طائفي بسبب أن هناك انتهاك يقع أحيانا بشكل أشد من الطائفة الأخرى، أقل أشد من العرق الآخر. ما هو موجود بشكل منتظم أن في كل التحركات، ما في هذا التحرك، هو خليط. الموالاة ليست سنية، الموالاة سنية شيعية، في موالاة شيعية. المعارضة ليست شيعية، المعارضة شيعية سنية إسلامية. الأغلبية هذه تتحرك وفقا إلى إدارة الصراع السياسي، والنظام يلعب في إدارة صراع سياسي. النظام ليس سنيا أو شيعيا، النظام في كل مكان هو نظام سياسي يدافع عن مصالح سياسية، إلا ما شد ونذر أن تجد نظام يقدم مبدئياته على حساب مصالح السياسية. النظام السائد هو نظام سياسي، لكن هذا الشحن إذا كانت مصلحته أن يدعم شيعة سيدعم شيعة، إذا كانت مصلحته أن يدعم يهود يدعم يهود. هل أفهم من كلامك أنه النظام والفرق في النظام ربما هي التي ساهمت في هذا الشحن؟ أنت قلت أنه صحيح أنه ليست صورة مثالية 100%، ولكن كانت أهدأ من الآن صار الأمر أكثر. يعني نحن نلاحظ لأن احنا في زمن توتر، أيضا في زمن توتر، ومش معنى أن الزمن السابق ما كان زمن توتر، لا، أقل حد الحالة الإسلامية هذه حالة طبيعية، أن عادة الواحد ينظر إلى الماضي بشيء من الإيجابية أكثر ومن الرومانسية هذه هي سنة حياة، والواحد يحن إلى الماضي حتى لو كان الماضي. وإلا هذا خلي يعني أسف للمقاطعة، لكن ربما قد يفهم البعض من كلامك هذا أنك تقول أنه التاريخ البحرين السياسي أو نضالها السياسي كان طائفيا فقط. مش البحرين فقط، ولا أقول أنه كان طائفيا، كان مختلطا طائفيا سنيا إسلاميا غير إسلاميا، هذا بحسب طبيعة ظرف المعركة اللحظية. الناس فيما بينهم مشتركين عايشين متصاهرين ما عندهم، وحتى إلى هذه اللحظة ما في حقيقة اعتداء أحد بعنوان السني على الشيعي، ولا اعتداء أحد بعنوان الشيعي على السني، في مصالح سياسية وفي أجهزة استخبارات تلعب من أجل مصالح سياسية، والنظام لعب هذه الورقة لأكثر من فترة ولأكثر من طرف. يعني أنت ليهم برأيك أن النظام هو الذي ساهم بشكل كبير أو بشكل أساسي على الأقل في تأجيج، أصبحت هذه بالنسبة إلى النظام وبعض أطراف النظام استراتيجية. لماذا؟ لأضعاف المعارضة؟ أن لا يتقارب، شوف، أن لا يتقارب لا السني مع الشيعي، وأن لا يتقارب الإسلامي مع العلماني. يقال للإسلامي ما لك أنت وهي العلمانيين، هاي تشف خمة تعبير الشعبي، ويقال للعلمانيين إيش لكم بالإسلام، هاي ظلاميين. هو نفس الشخص يقول هذا الطرق، يقول هذا الفكرة، أن يفصل أي وجود سياسي ممكن أن يأتل، أنتوا إيش لكم بالأصالة، احنا يقولون لنا، احنا يقال لنا في البرلمان إيش لكم بالأصالة، السلف دلين إذا تحكموا هذا لين يقتلون الشيعة وش اسمه، ويقال السلف انتوا ايش لكم بالشيعة هذا لكفرة.
هذه أوراق سياسية، يعني هذه لعبة لحماية النفس، لعبة سياسية مع شديد الأسف بعض الأطراف لا تتورع في استخدام الدين والمذهب والشسمة. أنا ما عندي اعتراض، ولكن لماذا يرسل نظامنا السياسي من أقلية يهودية لا تتجاوز الأفراد سفيرة في أمريكا؟ ورقة سياسية ألعب فيها، يعني أحب اليهود مش بها المعنى. ولماذا أرسل السفيرة الثانية إلى بريطانيا مسيحية؟ شو عدد المسيح واليهود في البحرين؟ هي أوراق سياسية مع الاعتراف بأنهم هم مواطنين ولهم حق أن يكونوا ولهم حق شسمه. ولكن أريد أن أضرب لك مثال كيف نلعب سياسة مستخدمين الدين ومستخدمين المذهب، ونظامنا ينجح في ذلك وأبرز نجاحاته في هذا الاتجاه. نعم، ولكن مع كل هذا نحن لا نستطيع أن ننكر أن هناك تخوف في المنطقة عموما، في دول الخليج بالذات، من أنه في حال مثلا انتصار جمعية الوفاق أو أنه قد تأتي حكومة في نهاية الأمر موالية لإيران بحكم طبيعة الانتماءات، ثم هناك أيضا في إيران ربما قضية الدستور الإيراني يريد أن أسألك عنها. ولكن برأيك هل هذا التخوف مشروع؟ يعني هناك دولة قوية، دولة إقليمية قوية، الوفاق انتصر. البعض يتهمها بأنها تدعمكم وبأنها تتدخل في شؤون البحرين السياسية وأنها تمدكم بالعون السياسي والمادي. أعتقد بأن هذا الكلام أصبح يعني بلا قيمة بعد تقرير السيد بسيوني، وهو كان بلا قيمة قبل تقرير السيد بسيوني، وكان بلا قيمة في سنة 1995 عندما انتفض شعب البحرين وطالب بالعودة إلى دستور البلاد اللي أنشئ في 73. على أي أساس تتهم ناس تطالب بالدستور؟ ولما حققوا ذلك لم يتبين أن هناك يد إيرانية، تبين أن هناك رغبة شعبية في أن تحكم بطريقة دستورية بدل أن تحكم بطريقة قانون أمن الدولة. وهو نفس المشكلة تتكرر اليوم، عندما يريد الناس أن ينتخبوا حكومتهم يأتي كل دعاءات الشيطنة من أجل أن يشوش ويفسد على هذه الحركة الوصول إلى هذا المطلب الإنساني. لماذا يكون عندما تفوز الوفاق ولا هناك ولاء لإيران؟ هناك ولاء للبحرين الذي لا يتقدم عليه ولاء، وهناك مصلحة البحرين التي لا يتقدم عليه. وتاريخيا تلاش تقول لي أنا لا، يعني بأي منطق تفكر أنا البحريني أروح أفكر في مصلحة إيران قبل لا أفكر في مصر؟ ليش هالمنطق الأعوى؟ تاريخيا الشيعة اختاروا أن تكون البحرين عربية وليس، وبالتالي ليش هذا الشيء اسمه الوفاق؟ انتصرت في انتخابات 2002 بلديا، ماذا حدث؟ سوت مصالح شعب البحرين، راحت سوت شوارع في إيران. الوفاق انتصرت في انتخابات 2006 و2010 نيابيا، شو برنامجها؟ برنامجها تطوير البحرين. إذا صار وأن الوفاق وصلت إلى السلطة التنفيذية، برنامجها هو برنامج تطوير هذه البلد، خدمة أبناء هذه البلد، فيما يحتاج الإنسان من حياة كريمة، شعور بكرامة السياسية وأنه إلى صوت وأنه ليس تابع وليس يعني بمعنى قطيع من الأغنام لا يساوي شيء، لا، كل واحد في هذا البلد أيا كان مذهبه أيا كان دينه إلى احترامه وإلى قيمته، ومن حقه أن يحصل على خدمات متناسبة مع ثروة هذه البلد وإمكانياته المادية التي حبها الله سبحانه وتعالى. هذا هو برنامج الوفاق. هذا الكلام الذي الآن يقال من أجل التشويش قيل في التسعينات ثم اختفى تماما في سنة 2001 عندما جاء ميثاق العمل الوطني وجنا إلى شسمة، ونتج من هذا الحراك في تلك الفترة شيء من الحرية، وما كانت خاصة بالوفاقيين ولا بمجموعة الشيخ الجمري، كانت إلى كل أهل البحرين. أول من استفاد منها هم الذي كانوا ينتقدون هذه التحرك، يقولون هذا تحرك إيران أو هذا تحرك فلان أو هذا تحرك مستعجل أو هذا تحرك، هم أول من رشحوا إلى مجالس النواب، هم أول من رشحوا إلى مجالس البلدية، هو أول من تحدثوا عنها أن هذا تطوير وهذا تقدم وهذا، وإلا كانوا يطالبوا فيه الناس التي كنت يعني تقف ضدهم، ووقوف ضد السياسي ليس مشكلة، ولكن لم تترك وصمة من التخوين إلا وصمتهم فيها. هم صنعوا لك هذا الواقع اللي اليوم تتنعم فيه بشيء من الحرية. عندما يريدون يأخذونك إلى مساحة أكبر من الحرية، الآن أيضا الحديث إلى أول ولا ما إلى آخر، ولكن تأكد في اليوم الذي سيتحقق هذا، وسيتحقق هي سنة الحياة. أنا جالس يا شيخ خالد بن أحمد يقول إلا الطالب بيه بيصير. شيخ خالد بن أحمد أحد رموز وصقور النظام، إلا الطالب فيه بيصير. ما في مجال إلى إيقاف. لما يصير
بيصير أول واحد يرشح إلى اللي يقول لا إحنا ما نبغى رئيس الوزراء يترشح من الناس، وأول واحد بيرشح نفسه إلى رئاسة الوزراء وإلى محاسبة الوزراء بيقول لازم يتحاسبون حتى ما يصير فساد، هو من يقف ضدها الآن. سنة حياة. نعم، أنا منذ قليل كنت قد سألتك عن الدستور. يعني طبعا إيران دولة قريبة وجارة وإقليمية كبرى في المنطقة، وهي تقريبا أول دولة تقيم نظام إسلامي، وفي دستورها يوجد بند هام وهي أنها دولة شيعية على المذهب العشري. هذا ربما قد يجعل تخوف البعض مشروعا، هذه أول تجربة وأقرت هذا في الدستور. ربما لو حصل هذا في البحرين أيضا أو في غير البحرين من منطقة الخليج حيث يمثل الشيعة والأغلبية السكان أنه قد يحدث هذا، هل ترى أنه هذا أولا رأي صائب وأن كان هذا يعني حديث عن الأمر الإيراني، وهل تتصور أنه هذا ممكن أن يحدث في البحرين؟ طبعا الثورة الإسلامية في إيران وخيار الشعب الإيراني يجب أن يكون محترم ومقدر من أي أحد يتحدث عن هذا الشأن. ما تستطيع أن تتجاوز الشعب الإيراني، هذه إرادة الشعب الإيراني. فإذا أراد الشعب الإيراني أن يضع إلى نفسه في دستور بأن رئاسة الجمهورية أو رئاسة الولاية أو ما شابه ذلك من المناصب تحدد بمذهب معين، فهذا شأن يخص الشعب الإيراني، وعلينا أن نحترم هذه الإرادة ونقدر هذه الإرادة لأنها تمثل إرادة شعب حي ضحى واستطاع أن يوصل إلى مطالب جسمه. نحن في البحرين الحديث صار أبعد من هذا الاتجاه. نحن نتيجة إلى قناعتنا بأن ما يمكن أن يشكل أرضية مشتركة ليس حتى الدولة الدينية، يعني لا أحد يتحدث اليوم عن دولة دينية في البحرين، الدولة المدنية، يتحدث عن الدولة الديمقراطية التي تحترم الدين، تحترم الدين وتحترم المذاهب مال الناس، سواء كان دينه يعني بوذي أو دين مسيحي أو دين مسلم أو مذهبه تحترمه. لسنا دولة، لا نسعى إلى دولة تعاد الدين، ولكن تؤسس إطارها في الحقوق والواجبات على أساس المواطنة. وبالتالي لن يكون في هذا الدستور الذي نعمل على التوافق على صيغة إلى في من حاضر البحرين ومستقبلها، لن يكون هناك أن يجب أن يكون رئيس الجمهورية في هذا أو رئيس الوزراء، ما هو جمهور رئيس الوزراء في هذا النظام، يجب أن يكون سنيا أو شيعيا أو مسلما أو غير مسلما. وهذا جزء من فكرة بدأنا فيها. يا أخي أنا سأقبل إذا شعب البحرين، هذا الشعب المسلم في غالبية، إذا اختار من بين المواطنين مسيحي لرئاسته يجب أن أحترمه، هو هذا اختار. يعني كلمة الشعب في نهاية الأمر هي الفصل، ليس لدينا خيار آخر. الادعاءات الأخرى ستقود إلى احتراب بشكل وبآخر. من يريد أن يطلع بادعاءات أخرى، ما بعرف المصريين وين بيروحون في دستورهم، ولكن أنا أقول يجب التعويل على وعي الناس وإيمان الناس وثقافة الناس وقناعة الناس. هذا أسلم من أن توضع لها أمور قيدية تسيء لها. نعم شيخ علي، أنت قلت لابد أن تكون الدولة على أساس المواطنة، وأنه ما يختاره المواطن هو القول الفصل في نهاية الأمر. السؤال قد يبدو غريبا، يعني المواطنة تتناقض عموما مع الاصطفاف الطائفي والإثني، ويعني لا، هذا لا يعني أنها تنفيه، ولكن يجب أن تكون المواطنة هي أولا. الآن الواقع في البحرين، الواقع المعيش والواقع المعاش يختلف، هناك نوع من الاصطفافات، هناك حتى نوع من الشحن والتناحر للأسف الشديد. هل أنه الشعب البحريني جاهز لديمقراطية تقوم على أساس المواطنة وليس على أساس الشحن الطائفي؟ ولكن أخذ منك الإجابة بعد هذا الفاصل القصير. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير، نعود بعده لمواصلة هذا الحوار مع سماحة الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطنية الإسلامية في البحرين، فابقوا معنا. صراع بين المطالبين بالديمقراطية، وهناك صراع مع الذين يريدون أن تستمر الدكتاتورية والاستيثار. هذه هي تقسيمة البحرين كما هي تقسيمة تونس. زين العابدين له مؤيد
وحسني مبارك له مؤيدون وله أنصار، والرئيس علي صالح له مؤيدون وله أنصار. نحن مع الشعب التونسي ومع الشعب المصري ومع الشعب السوري ومع الشعب اليمني. نحن مع الشعوب في المطالبة بالديمقراطية ضد الاستبداد والدكتاتورية وأنصارها. لمطالبنا وهي امتداد لمطالب هيئة الاتحاد الوطني، هي تحقيق ديمقراطية حقيقية ينعم فيها كل أبناء الوطن بحريتهم وكرامتهم وعزتهم. وإذا تحققت هذه الأهداف لن تكون في مصلحة الشيعة، ستكون في مصلحة الوطن، كل الوطن بشيعته وسنته بحاكميه العقلاء ومحكوميه العقلاء الشرفاء الكرماء. أما البحرين اليوم المقسمة على أساس تقسيمات قبلية وتقسيمات طائفية وتقسيمات جاهلية، فهي التي توجد التخلف وتوجد الاستبداد وتوجد هذا الاستئثار الذي نراه ورجعية وطننا واستحقار العالم لهذا الوطن. شعب البحرين يستحق حكومة منتخبة، وهذا الاستشعار شعبي على حكومة منتخبة ليسمعها من يجتمع في دائرة الحوار. فعلى من يجتمع في دائرة الحوار أن يسمع إلى الشعب، وإلا فلا قيمة له. نعود مرة أخرى أعزائي المشاهدين لمواصلة هذا الحوار مع الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين. شيخ علي، مرة أخرى مرحبا بك. هل الشعب البحريني جاهز للديمقراطية أساسها المواطنة؟ هذه فكرة محاولة اصطناع المعارك ليست حقيقية وهمية، وتنطلي هذه الأمور وتمشي. استحضر من تاريخنا القريب، صنعت معركة بين العروبة والإسلام وانتهت إلى لا شيء. لا العروبة مناقضة للإسلام ولا الإسلام مناقض للعروبة. ليش المعركة اللي سويناها وخلقنا على أساسها وكأن صراع بين الأحزاب الإسلامية والأحزاب العروبية، وبعدها كلها التقت في بوتقة واحدة في المؤتمر العربي الإسلامي أو المؤتمر المشابه ذلك؟ لا، ليش نريد أن نكرر هذا في صيغة أنه يجب أن نخلق صراعا بين المواطنة وبين الطوائف، بين المواطنة وبين الأديان وبين خلاص يا أخي، هذه المجتمعات هنا من أديان المجتمعات الأوروبية، من أديان مختلفة، من أعراق مختلفة، وجمعها نظام سياسي واحد ناجح ساد العالم، ومن جو من أصقاع الدنيا قبل 500 سنة إلى أرض كان يسكنها مواطنون آخرون من الهنود الحمر، وسووا لهم الآن إمبراطورية تحكم العالم. فلماذا احنا ندخل نفسنا في هذا الصراع وكذا؟ شعب البحرين كما كل شعوب الأرض جاهزة إلى الديمقراطية، وأي نظام ديمقراطي هو أفضل من أي نظام ديكتاتوري في أي بقعة من بقاع الأرض. نقطة على نهاية الصفر. هل النظام إذن الآن جاهز للديمقراطية؟ نعم، شعب البحرين جاهز. النظام أقصد نظام الحاكم، الحكومة، أو هل هي جاهزة الآن؟ في غالبية الدنيا أن الأنظمة تكون جاهزة للاستبداد وممارسة القمع لمنع وصول طرف آخر إلى السلطة. لم تتحرك الديمقراطية في بريطانيا بطريقة سلسة، ولم تتحرك في فرنسا إلا عن طريق إزاحة الملكية بالكامل، ولم تتحرك في أمريكا الجنوبية إلا بسيل من الثورات والحركات. فالأنظمة جاهزة إلى الديمقراطية، الشعوب جاهزة إلى الديمقراطية، الأنظمة تحاول أن تقمع هذه الشعوب من الوصول إلى حقها. شو كان ناقصنا الشعب التونسي من الديمقراطية؟ هذا الشعب التونسي الآن أجرى انتخابات من أكثر الانتخابات يعني تحضرا حتى في المجتمع الغربي. نعم، انت زين العابدين شو يقول؟ لا، زين العابدين يقول لا، الحزب الواحد واحسن لكم، وزين العابدين احسن لكم، ونفس الموضوع سواء مبارك، ونفس الموضوع تسوي انظماتنا في الوقت الحالي. كل شعوب الارض جاهزه الى الديمقراطيه افضل من جهوزيتها الى الدكتاتوريه والاستبداد.
نعم، أنت تحدثت عن القمع وأن النظام يقمع حتى طبعا يعني يحفظ بقاءه ويحفظ مصالحه. طبعا الوضع الأمني في البحرين متوتر، واليوم تم الهجوم على مقر جمعية الوفاق في المنامة. بماذا تفسر ربما هذه الهجمة الأخيرة على ما عنوان تم الهجوم؟ يعني ليس هناك بهذا المعنى هجوم على جمعية الوفاق، تم إطلاق الغازات الخانقة ومسيلات الدموع في على مبنى جمعية الوفاق، يعني مش قوات عسكرية اقتحمت جمعية الوفاق، ما حدث هو إطلاق مسيلات دموع داخل جمعية الوفاق وفي محيط جمعية الوفاق، وتبدو أن هي رسالة إلى هذه الجمعية والجمعيات الأخرى التي تقوم بأنشطة سلمية تطالب فيها بالتحول إلى الديمقراطية. أعتقد أن الصورة مختصرة بهذه الطريقة. الآن حدث اختناقات وهذا يحدث ليليا، يعني اليوم في صورة لافتة جمعية الوفاق وحولها الغازات، بس هذه في يعني آلاف البيوت في البحرين اللي هي بنفس القدسية والمكانة وأزيد مكانة من قدسية جمعية الوفاق تختنق بالغازات، وأنا متأكد أن في هذه اللحظة التي أتحدث الآن هناك غازات. نحن لدينا صور لو سمحت نشاهدها مع بعض ومع السادة المشاهدين، ثم نعود بعد ذلك إلى ما وصلت الحوار. أعزائي المشاهدين، هذه الصور من المنامة، وهي طبعا صور تواجد أمني في شوارع العاصمة البحرينية. طبعا في الأيام الأخيرة لاحظنا وجود زخم في القمع. نعم، ونعود لمواصلة الحوار معك شيخ علي. أنت شاهدت هذه الصور. نحن لاحظنا منذ أيام، يعني منذ حوالي 5 أو 6 أيام، وكأنه هناك خصوصا مع تواجد الملك في بريطانيا أنه وعودته حدثت هناك حركة احتجاج ربما اكتسبت زخما غير عادي. صحيح هي تخفت وترتفع، ولكن حدة المواجهة أيضا مع هذه الاحتجاجات يبدو أنها زادت في هذه الأيام الأخيرة. برأيك هل هناك من تفسير؟ الصور التي شاهدناها هي ليست في العاصمة، على الأقل هذه الصورة الآن مش متأكد هل الآن أشوفها، ولكن الصورة اللي قبلها كانت صورة في سترة، في جزيرة سترة، ما هي لرجل أمن يقذف قنينة غاز مولوتوف. وهذه من عجائب الأمور التي تجري في الدنيا، أن رجال الأمن هم الذين يستخدمون هذه الأدوات وليس المتظاهرين، على عكس ما يحدث في قبال المتظاهرين. هذه صور غريبة جدا، ولكن هكذا الأمور تجري في بلدنا بغرابة. برأيك لماذا يستعملون، يعني يستعملون الأسياخ، يستعملون قنابل المولوتوف حتى لا تكون هناك أدلة، أم لماذا؟ يعني هذه حالة شاذة نوعا ما. أعتقد حالة من الانفلات الأمني وحالة من البلطجية الرسمية، يعني حالة من البلطجية الرسمية. أنت تتصور هذا جاء بأوامر رسمية استعمال مثل هذه؟ أنا ما لا أعرف كيف يتحرك يعني قوات منظمة تأتمر بأوامر وتلقي بأسياخ وتلقي بزجاجات حارقة وتلقي وتستخدم سلاح أبيض كما حدث في قصة الشاخورة قبل 4 أو 5 أيام. أنا لا أعتقد أن هذا يأتي باجتهادات فردية، هذا يأتي بأوامر، وهي أوامر من أجل التأديب في معتقد من أصدر هذه الأوامر أنه راح يؤدب الناس بهذه الطريقة غير قانونية وغير إنسانية. ما لماذا يزيد عملية القمع؟
في معادلة فيها تفاصيل، هذه المعادلة هكذا، أي نظام بلا استثناء، أي نظام ديكتاتوري سيواجه بحركة شعبية مطلبية للتغير نحو الديمقراطية، سيقوم النظام الديكتاتوري بقمع هذه الحركة بوسائل القمع المتاحة لديه. لا تستثني أحد، في تونس يفعل هكذا، في مصر يفعل هكذا، في كل مكان سيفعل هكذا. يعني قبل أن نصل إلى المرحلة الديمقراطية هذا خصوصا في الدول العربية هذا شيء طبيعي جدا. من طبيعة، مش في الدول العربية، أنت ما تذكر صور تشيلي، ما تذكر صور الأرجنتين، ما تذكر صور الشرقية، لا هنا نظام مختلف. هنا نظام ديمقراطي، النظام الديمقراطي لا يستخدم العنف تجاه مواطني. أيضا ضبط الأمن مطلوب في كل الدنيا، نظام ديمقراطي مش معناه أنه بيمثلت الأمن، ولذلك تجد لأن نظام ديمقراطي حلت مشكلة لندن في 3 أيام. أليس هذا ضبط حلت الأمن؟ مشكلة نيويورك الآن في تظاهرات وفي احتلال، سمعت عن رصاص حي في نيويورك، سمعت عن قتلة في نيويورك، موجود مظاهرات وموجود. النظام الديمقراطي من طبيعة أن يحترم حركة الشارع، وأقصى ما يصل بينه وبين هذه الحركة أن يقدم استقالة رئيس المنتخب أو الحزب المنتخب أو ما شابه، أو تجرى انتخابات مبكرة. نعم. هذه الصيغة الطبيعية. أما في الإيقاع الدكتاتوري، وانسى الدين، انسى الدين، وانسى العرق، انسى العرب والعجم والهنود والباك، هذا ما له علاقة بالموضوع. النظام الدكتاتوري لا إجابة له على المطالب الديمقراطية إلا القمع، وإلا خلاص يسلم ويتحول إلى نظام ديمقراطي. مع هذا، هذه التفاصيل، مع هذا، فهذا التفاصيل اليوم تقول ليش القمع اليوم في البحرين؟ القمع سيستمر في البحرين لأن في نظام ديكتاتوري يواجه حركة ديمقراطية مطلبية، سيستمر القمع إلى أن ينتصر أحد الطرفين. أنا في اعتقادي أن هذا مسار التاريخ، دائما انتصرت الديمقراطية على الديكتاتورية. متى يحدث ذلك؟ يعتمد على ظروف محلية، ظروف إقليمية، ظروف دولية، هذا أمر. مع ذلك، مع وجود هذه المواجهات، مع وجود هذا القمع الذي تراه طبيعيا ما دامت لا توجد هناك ديمقراطية، لا زالت طريقتكم في التغيير تعتمد على العمل السلمي وعلى الاحتجاج السلمي، لكن نلاحظ أن هذا لم يوصلكم إلى أي نتائج حقيقية رغم يعني سنوات من هذا النضال السلمي، بل قد يرى البعض أن هناك تراجع، يعني كان هناك دستور 73 تم التراجع عنه، كان ميثاق العمل الوطني ثم لا يعمل به، ثم يعني يصير حوار ولا نصل إلى نتائج، ربما هناك حتى تراجع وليس فقط تقدم. لماذا الإصرار على هذا العمل السلمي؟ يعني البعض يقول أنتم من المسايرة، لا أقول أنتم مع النظام، ولكن أنتم لستم مع الممانعة التي تمانع وتواجه هذا العنف ربما بعنف أو يعني أقل عنفا ربما، ولكن هناك مواجهة، أنتم تقول الحل السلمي، لماذا؟ الجميع في البحرين، ليس نحن، الحمد لله الجميع في البحرين هو يتبنى العمل السلمي. الناس الموجودين في داخل المعتقل أستاذ عبد الوهاب أستاذ حسن يرسلون رسائل عن طريق أهاليهم وعن طريق من يتصلون فيهم، يعني من أهاليهم، بأنهم تمسكوا بالإطار والعمل السلمي. الشباب الذين لم يكونوا منظمين في جمعيات سياسية وهم خلف عملية انتفاضة 14 فبراير أيضا يؤكدون على العمل السلمي، نسبة كبيرة من الشباب تأكد على العمل السلمي، وبالتالي فكرة العمل السلمي لا تخص جمعية الوفاق. أما فكرة الممانعة أو غيرها من التسميات التي ممكن الواحد يخلقها ويسبب له مشاكل منها بلا حاجة إلها، الوفاق موجودة في مساندة مطالب الناس بالوسائل المختلفة، موجودة في الشارع. إذا كنا نتكلم عن الشارع منذ تأسيسها، لو توضح كلمة الوسائل المختلفة، البعض قد يقول المختلفة حتى العنف يدخل فيها. لا، أنا أتحدث عن الإطار السلمي واتفاق الجميع عليه، وبالتالي العنف ليس وارد في حساب جمعية الوفاق، وإنما الوفاق موجودة في العمل السياسي، موجودة في داخل البحرين في العمل السياسي، تلتقي بالسلطة وبابها مفتوح ويدها ممدودة، تلتقي بالموالاة ويدها ممدودة، تلتقي بالمعارضة وتنسق وتسوي برامج شسمة، تلتقي مع الوسط الإقليمي، تلتقي مع الوسط الدولي، تلتقي داخل البحرين، تتحدث سياسيا، تنزل إلى الشارع في طريقة سلمية ومطالب سلمية. وما حدث اليوم إلى القوى السياسية المختلفة، وما حدث بالأمس، وما حدث، هو يؤكد على أن هذه القوى هي قوى عاملة بشكل جدي وحقيقي من أجل التغيير بلا تقسيمات، ما لا أجد لها حاجة ولا أجد لها معنى بين مسايرة أو ممانعة أو غيرها من الأمور،
لديها قناعة، هي قناعتنا، لدينا قناعة بأن العمل السلمي أمضى في الوصول إلى هذه المطالب من غيره من العمل وأقل كلفة إلى الوطن. وإحنا صحيح اليوم في مرحلة حرجة ومرحلة يعني ضاغطة، ولكن عيننا على المستقبل. نحن لا نريد أن تكون أيدينا ملطخة بدماء أحد، أي أحد. نحن الآن مظلومين، تسفك دماءنا، ولكن ننصر على أن تبقى أيدينا بيضاء من أجل المستقبل لنبني وطنا مشتركا. ألا يؤدي هذا إلى ضحايا أكثر؟ أنت طبعا هنا توجه الاتهام بين قوسين صح التعبير إلى النظام الحاكم، هو الذي يمارس العنف وليس المعارضات، لأن الاحتجاجات عدد القتلى من الناس هو الذي يوضح بأن النظام هو الذي يمارس العنف، ما تحتاج بعد إلى حديثه ذهاب ومجيء. ولكن هذا ربما قد يؤدي إلى مزيد من سقوط الضحايا، لأنكم إذا كنتم فعلا مسالمين، إذا كنتم تواجهونه سلميا، لن يؤثر ذلك على النظام، يعني سيقوم بالقتل ولا يخاف من ردة فعل. شوف إمبراطورية بعظمة الإمبراطورية البريطانية هزمت على يد غاندي بطريقة سلمية. ما في كانت أحزاب هندية تستخدم السلاح وتقاتل، ولكن أعتقد ما أو أنجز الاستقلال في الهند هي ما أنجز التحول في تونس، أنجزه شباب تونس بطريقة سلمية. ما أنجز في ميدان التحرير أنجز بطريقة سلمية، ما أنجز في اليمن قاعد ينجز أيضا بطريقة سلمية، ما أنجز في البحرين لحد الآن، من أن قضية البحرين أصبحت قضية موجودة على الساحة الدولية الآن، لا تلقى دعم نتيجة إلى سياسات معينة قدر ما تلقاه قضايا ثانية، ولكن هي موجودة على الساحة. أليس للبحرين خصوصية ربما؟ لا، أنا لا أجد أن خصوصية أن يستخدم العنف في البحرين، لا ندول أن أقول لا، أنا أعتقد بأن الإطار العمل السلمي هذا إطار يجعل الصورة نقية وواضحة. هناك شعب يطالب بالحرية وبالديمقراطية، لن يستطيع النظام أن يقمع إلى ما لا نهاية. ما مطلوب في تقديري أن نتمسك بمطالبنا، ما نروح البيت خلاص. اليوم شعارهم في الجمعيات يقولون لن نغادر الساحات، أنا ما اخترت، أنا مسافر، هم اختاروا الجمع، وغدا شعارهم شيء من هذا القبيل. يجب الاستمرار في العمل المطلبي والعمل السلمي والتظاهر والاعتصامات وغيرها من وسائل العمل السلمي، وعدم يعني التراجع في هذا الخط، ونفس الوقت يجب الحفاظ على السلمية. شيخ علي، رغم كل تأكيداتك الدائمة على أنه هذا الحراك هو حراك سلمي، مع ذلك الكثيرين يقولون أنه في التظاهرات ترفع بعض الشعارات التي تنفي الآخر أو تقصيه أو ترفضه أو تدعو حتى إلى العنف. هناك البعض تحدث عن قطع لسان مؤذن لأنه من طائفة معينة، يعني هذه أشياء تقال لا يمكن أن ننكرها. رأيك في هذا، يعني هل هذا صحيح؟ هي تقال تقال، ولكن مدى مصداقيتها؟ على سبيل المثال ما أشرت إليه من قطع لسان مؤذن يبدو أحد الكذبات الرئيسية التي استخدمت. وبعد ذلك البعض قال أنه زاره في المستشفى، لا البعض زاره في المستشفى، ويمكن البعض محتفظ بقطعة لسانه بعد، يمكن يستطيع أن يقدم، يعني طالب أن يشاهدها مثلا في التلفزيون في الإعلام، ما بعرف، ولكن يمر عليها تقرير السيد بسيوني وهذه الحادثة غير موجودة. هناك حادثة تضرر فيها لسان أحد، لا هو مؤذن ولا له علاقة بالشسمة. أضعت تعليقا على هذا الفكرة الرئيسية لسؤالك، الاتهام بمسألة العنف، يعني أنه دائما هناك شعارات ترفع في خلال التظاهرات. في فكرة ممكن الواحد يقدمها، هل كان مطلوب من الإخوان المسلمين عندما أحد من شباب الثورة أو أحد من الأحزاب الأخرى أو أحد شسمه أنه ضرب رجل أمن؟ وإحنا شفنا يعني موش ضرب رجل أمن، حرقوا مبنى الحزب الوطني. البعض يقول أنه هذا كان أحمد سوسة، وحرقوا مش مبنى، حرقوا عشرات مراكز الشرطة من صعيد مصر إلى القاهرة. هل سمعت من الإخوان المسلمين طلعوا وكان لازم يقولوا ليش تمرد دينك؟ لماذا يطالب من الوفاق أن كل حركة صغيرة أو كبيرة؟ أنا مسؤول عن خطابي، لكنكم في الواجهة. شو؟ لا، أنا مسؤول عن خطابي، أنت تدينني على خطابي، تدينني على فعلي. أما كل صغيرة وواردة وشاردة في الساحة تقول لا
أنت لازم أن تكون لك وجهة النظر التي أنا أريد أن أمليها عليك. لا شيخ، ولحسابات السياسية نحن أعلن وأكدنا نحن نتبنى الخيار السلمي ولا نتبنى خيار آخر ولا ندعو له، ونحن نعاكس أي اتجاه إلى الدعوة إلى الأطر السلمي، وقلناها وقلنا لسنا مع سك بالزيت، قلنا لسنا مع، ولكن هو لا يريد إلا أن يوجد إثارات مستمرة للهروب من سؤال واحد: ماذا عن الديمقراطية، ماذا عن انتخاب شعب البحرين إلى رئيس وزراء؟ حتى لا يجيب على هذا السؤال يقول: ولكن الوفاق لباستهم يشبه لباس الإيرانيين، بس الوفاق جوتمالهم يشبه حذاء الناس اللي في أوروبا. نترك هذا الهراءات، لن تجدي هذه المحاولة التشويشية مهما فعلت مهما فعلت. فلتت الشرطة سيارات، حرقت سيارات الناس، عملت فبركات إعلامية، راحوا صوروا تلفزيون البحرين إجاب مجموعة من أجهزة المخابرات وصورهم أنهم يفلتون تون حجارة ويفلتون مولوتوف وقدمها في مسرحية هزيلة. لن تنجح في ذلك، سويت ما سويت، أي ما يحدث في البحرين اليوم ولا أي شيء راح يصير، سؤال ماذا عن التحول نحو الديمقراطية لن يستطيع أحد أن يزيله. نحن ندرك أنه السؤال الأهم وأن الصراع الرئيسي هو حول الديمقراطية، لكنكم كجمعية الوفاق أنتم أهم جمعية على الأقل، يعني كثيرين يرون أنكم أنتم ربما الأهم جمعية معارضة في البحرين، حصلتم على حوالي 60% من أصوات الشعب البحريني، هذا لا ينكره أحد، لذا أنتم في المواجهة. هناك أيضا واقع إقليمي خليجي له خصوصية، وربما لهذا أيضا أنتم في المواجهة وتتهمون بهذا. ألا ترى أنه من الضروري أن يكون مثلا لديكم بيان أو أن تؤكدوا لأتباعكم أنها سلمية، أن تؤكدوا دائما، أن تخرجوا ببيان تقول هذا بيان نهائي مثلا لا نستعمل العنف وهذه كلها أكاذيب، حتى تبينوا للعالم أنه هذا ليس من عملكم، لأنه السكوت في نهاية الأمر إذا ما سكتتم هو علامة الرضا. ليس هناك من سكوت، والعالم سمع هذا الذي تتفضل بطلبه في أكثر من بيان، في عشرات البيانات، والعالم يعرف مدى سلمية الوفاق. ولكن ستقول لي: هل السلطة ستقتنع أو لن تقتنع؟ هل بعض الموالاة التي تعمل لأجندة السلطة ستقتنع أو لن تقتنع؟ ستعيد نفس التكرار وتقول: لماذا لا تدين العنف؟ قلنا أدنى العنف. يقول ليش ما تدين العنف اليوم؟ قلنا أدنى العنف أمس. قل دينه اليوم، أدنى العنف اليوم. يقول ليش ما تدينه بكرة؟ هذه قصص لن تنتهي. العالم سمع وجهة نظر الوفاق وسمع سلمية الوفاق، ومراكز الدراسات والاستخبارات والسياسيين لديهم نتيجة واحدة: لولا وجود سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم ووجود الوفاق كانت البحرين مرشحة إلى الاندفاع إلى حلقة من العنف كما نشاهد في بلدان أخرى. فما هو ما حافظ على حالة السلمية أفضل، يعني الفريق الأكبر المسؤول عن هذا هو الوفاق والقوى السياسية معه. نعم شيخ علي، طبعا المنظمات الدولية تحدثت عما يحدث في البحرين، تقرير بسيوني ذاته ذكر هذا. برأيك يعني هل أنتم مقتنعون راضون عما ذكرته المنظمات الدولية عما يحدث في البحرين؟ هل أدانت هي بشكل واضح أم أنها ربما استنكرت القيام الجميع لا هناك فرق بين أن نتحدث عن المنظمات الدولية وعن تقرير السيد لو السيوني. سمحت قبل التعليق، لدينا صور عن ما يحدث يعني من عمليات القمع، بإمكانك أن تواصل الحديث ونشاهدها في مع السادة المشاهدين في الوقت ذاته. في فرق بين أن نتكلم عن المنظمات الدولية وأن نتكلم عن تقرير السيد بسيوني. المنظمات الدولية سابقة إلى تقرير السيد بسيوني، عندما يقول السيد بسيوني أنه تم تعذيب المواطنين بهذه الطريقة وبهذه الطريقة وبالصف الكهربائي وبالوقول. تقرير الأمنستي انترناشونال في سنة 2007 يقول بأن عاد التعذيب الممنهج إلى البحرين. تقرير أمنستي انترناشونال في سنة 1994 95 96 في عدة تقارير تؤكد هذه الحقيقة وتثبت هذه الحقيقة. وفي هذه الأحداث التي جرت
أمنيستي إنترناشنال، هيومن رايت ووتش، ال هيومن رايت فيرست، الفيدرالية، منظمات الدنيا الدولية المحترمة، ما كلها ثبتت الانتهاكات التي جرت في البحرين منذ 14 فبراير وما تلا 14 فبراير قبل تقرير السيد مسيوني. واحدة من محددات تقرير السيد مسيوني كانت هي هذه التقارير، بمعنى أن هذه التقارير لم نكتبها تكتبها الوفاق ولا تكتبها المعارضة، كتبها ناس ينتمون إلى هذه المنظمات زاروا البحرين وشاهدوا بأم أعينهم عمليات القلب، مما يعطيها مصداقية. ونحن نشاهد أيضا على شاشة هذه جريمة. هذه جريمة، لو كانت في أي بلد لاستقال وزير الداخلية مباشرة، هذه جريمة، واستقال رئيس وزرائها. وزير داخلية الكويت يعني عذب شخص في المعتقل وتوفى، قال أنا أقدم استقالتي لأني ما أستطيع أن أعمل في حكومة تقتل مواطنيها. أنا جرائم ترتكب على يعني مرأة ومسمع العالم، والأمر لا يتغير في البحرين. يعني هل المثل رأي المنظمات الدولية وتقاريرها أي ضغط على حكومة البحرين؟ هل استفدتم من هذا؟ لأنه طبعا صور مثل هذه صور قمع وتعذيب وضرب تؤثر في العالم كله. هذه رجال أمن يحملون الأصياخ، و الاحتمال الأكبر بأن احتمال نشهدها في العالم إطلاقا لأول مرة، احتمال الأكبر أن الشهيدة زهراء سقطت بأحد هذه الأسياخ التي يرميها. أنا لا أقول أن بعض المتظاهرين لم يرموا أسياخ، بل بعض المتظاهرين رموا أسياخ، ولكن كيف لرجل أمن أن يرمي أسياخ؟ هذاك حالة متظاهرة وتصرفات فردية، ولكن كيف لرجل أمن أن يرمي مولوتوف؟ وكيف لرجل الأمن أن يرتكب هذه جريمة بعد تقرير بسوني؟ هذه حدثت قبل 3-4 أيام. يعني هل تتصور أنتم أنهم هم رجال الأمن مطلقي الأيدي لأن من قبل الحكومة طبعا ليفعلوا ما يشاءون؟ رجال الأمن مطلقي الأيدي من أعلى المستويات في أن يفعلوا كل ما يمكن، وكل المطلوب منهم أن لا يمسكوا بالجرم المشهود من وسائل الإعلام ومن منظمات حقوق. إذا يستطيعوا أن يفعلوا كل ما يفعلونه من دون أن يقعوا، فالأمر مفتوح على الآخر. نعم، على كل الأمر مفتوح، وليس هناك من أحد لا يعلم بذلك. أنا أخبرت كل الجهات الرسمية في البحرين من أعلاها إلى أدناها بأن هناك تعذيب، هناك انتهاكات، هناك تجاوزات، ليس هناك من أحد لا يعلم. وبعد تقرير بسيوني يعني فضلة من الكلام أن نتحدث عن على كل شيء. هذا الذي عنا أن نقول يجب إقالة هذه الحكومة، لأنها النتائج اللي تشوفونها. هذه حكومة قادرة على تنفيذ تقرير؟ هذه حكومة التي جنودها يقتلون الناس بهذه الطريقة ويستخدمون أسلحة بيضاء ويستخدمون سياق ويستخدمون مولوتوف، هذه قادرة على التغيير؟ والله بأقل من 10% من مساوئ هذه الحكومة لأقالتها أي نظام يحترم نفسه. نعم، على كل شيخ علي، نحن سنذهب إلى فاصل قصير آخر، نعود بعده لمواصلة الحوار معك. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل، فابقوا معنا لمواصلة هذا الحوار ونراكم بعد قليل. مطالبه في الكرامة، مطالبه في أن يحكم نفسه، ولا الزمن الذي تحكم الشعوب بالدكتاتورية، اليوم هو زمن الحرية وزمن أن تختار الشعوب الحكومة التي تريد. هذه المسيرة، هذه الطريق إلى ذلك اليوم بإذن الله، سنة وشيعة، وفاق ووفاء، حق ووفاء، حق ووفاء. والأكثرية، وهنا يجب أن أؤكد، لا أكثرية مذهبية ولا أكثرية دينية، الأكثرية والأقلية المقصودة هي دائما أقلية أو أكثرية سياسية. هذه الأكثرية السياسية فيها الشيعي، فيها السني، فيها الوطني، فيها المتدين، فيها غير المتدين، تجتمع على إرادة التغيير ومن أجل الديمقراطية. فهذه الأكثرية التي نتحصن فيها وليست أكثرية شيعية أو أكثرية سنية أو غيرها من الأمور، لن نبني وطننا على هذه الأمور،
سنبني وطنا متحضرا يستطيع أن ينهض بجميع متطلبات شعبه سنة وشيعة. عودة لكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وعودة لمواصلة هذا الحوار مع سماحة الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطنية الإسلامية في البحرين. شيخ علي، كنا نشاهد منذ قليل هذه الصور، وهي في الواقع ليست شيء فريد من نوعه، نحن نشاهدها أصبحت وكأنها روتينا يوميا في البحرين. يعني كل هذا العنف وكل هذا المواجهة من قبل، أنت قلت أنه هذه مسؤولية الحكومة، هل هناك يعني في الحكومة من ترى أنه مسؤول شخصيا عن مثل هذه الممارسات؟ شيوع هذه الأفعال يجعل سمو رئيس الوزراء هو الذي يتحمل المسؤولية المباشرة. لماذا؟ لأن أنت مسؤول الحكومة. إذا كان هذا الفعل صدر من وزير الداخلية وأنت مسؤول الحكومة يجب أن تقيله. إذا صدر من وزير عدل وأنت مسؤول الحكومة وهدمت المساجد يجب أن تقيله، إذا ما أقلت تتحمل المسؤولية مالتك. هو 42 سنة الآن في الحكومة. هذه مسألة طبيعية جدا، من يتحمل مسؤولية أي حركة تنفيذية يتحملها السلطة التنفيذية. وهذا الذي جعلني أصر في أكثر من فترة ولازلت أصر، يجب أن لا يحمل جلالة الملك أي سلطة تنفيذية، لأن السلطة التنفيذية وراها مساءلة، وإذا أخطأ أي مسؤول من تتسلسل إلى المساءلة تروح إلى رأس السلطة التنفيذية. يجب حصر السلطة التنفيذية في منصب رئاسة الوزراء، ويجب محاسبتها على أي خطأ في السلطة التنفيذية، سواء كان تعذيب، سواء كان سرقة أراضي، سواء كان إضاعة مال، سواء كان كذا. طبيعة المنطق هكذا يقول، في الدنيا كلها هكذا يقول. يعني لا تصور ربما أنه يكون يعني قائد أمني مثلا هو المسؤول المباشر. يا أخي، القائد الأمني يوم حادث معين، حادثين، عشرة، من يتعدى ذلك الوزير يصبح مسؤول، ورئيس الوزراء من فوق الوزير يصبح مسؤول. هذا منطق الدنيا كلها، لا يحتاج إلى جدل ولا يحتاج إلى إثبات، لا يحتاج إلى تسمية ولا إثبات. يعني السيد بسيوني مش رجل ما يفهم في الموضوع، عندما سطر كل هذه الجرائم بالنسبة للحكومة هو أطلق رصاصة الرحمة القانونية والدستورية على الحكومة، انتهى الموضوع. نعم. سمحت شيخ، أنت الآن في زيارة للندن، هل تأتي هذه الزيارة في إطار محاولة دعم أو لحشد الدعم للقضية البحرينية صح تسميتها؟ هي ضمن سياق العمل السياسي في إطار نقل وجهات النظر التي لدينا إلى الناس، إلى المجتمع الدولي، سواء كانت في لندن أو كانت في مصر، كانت في أي منطقة من العالم، سواء أتيت أنا إلى هذه المناطق أو هم أتوا إلى البحرين واجتمعوا فيه، وهذه حالة طبيعية جدا. الآن الحمد لله تجمع الوحدة الوطنية أصبح يدور العالم أيضا من أجل أن يبلغ وجهة نظره، وهذا حق. الوفاق أيضا والقوى السياسية الأخرى تدور العالم من أجل أن تشرح وجهة نظرها في كيفية ما يحدث وفي كيفية الحلول وفي كيفية التطورات المستقبلية. هذا جزء طبيعي من الحراك السياسي. نحن لا يمكن إلا أن نلاحظ، أو المراقب لا يمكن إلا أن يلاحظ تزامن زيارتكم للندن مع وجود ملك البحرين فيها. هل هذا مجرد صدفة أم هو أمر مقصود؟ شو أول شيء، أنا يعني زيارتي زيارة بشرية عادية، وجزء من زيارتي لأن عندي أيضا برنامج علاج يتعلق بزوجتي، وأنا أزور لندن أصبحت بشكل مع شديد للأسف منتظم لهذا المرض كل تقريبا 6 أشهر إلى 9 أشهر، وأتيت الآن مباشرة من المستشفى. أما توقيت هذه الزيارة فكان مرتبط بندوة في تشتم هاوس، وكان يحضرها الشيخ عبد اللطيف المحمود، وكان يحضرها علي سلمان، بالإضافة إلى متحدثين آخرين حضروا في هذه الندوة، لأن كانت أكثر من فقرة عن البحرين. وبالتالي تحديد زيارتي كانت ليس بيدي، وإنما حددت من قبل هذه الهيئة العلمية الداعية، وبالتالي كان لازم أن أتواجد. أما سفر جلالة الملك فجلالة الملك لديه الحرية متى يسافر ومتى يأتي ومتى كذا،
فممكن أن يسأل هذا التزامن، لا أستطيع أنا أن أجيب عليه لأن موعد سفرنا محدد سابقا، لا أنا ولا الشيخ عبد اللطيف نقدر نجاوب عليه. إذا كان هناك شيء مقصود فيسأل عنه جلالة الملك لأنه عند الحركة أو قدرة الحركة أكثر، أو قد يسأل عن البريطانيين إذا كان هم يريدون أن يفعلوا شيء مقصود. مع هذا يعني شيخ علي، أنه من خلال متابعة صفحات التواصل الاجتماعي على الانترنت نلاحظ أن الأجواء، أجواء الشعبية في البحرين يعني مليئة بالترقب المشوب بالتفاؤل وبالحذر لدى المواطن في البحرين. يبدو أنه ينتظر شيئا إيجابيا من زيارتك، يعني ربما من باب التأمل أو الأمل أو من باب ماذا. هل هناك ما يمكن أن يعتبر ربما إيجابي في هذه الزيارة، ما يمكن نقله إلى المواطن في البحرين سياسيا طبعا؟ دعني أقول أيضا يعني شيء من الوضوح، لا توقع من زيارة أو برنامج أو شيء أن يقلب الطاولة ويحدث الحل في البحرين ويسوي الانفراج ويحقق المطالب الموجودة. هي الأمور لا تجري بهذه الصيغة، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يوجد لها حل من غير سفر أحد، وهذه بيد الله تجري وقت ما تشاء. ولذا احنا ما نعيش شعبنا أماني زائفة ونخلق إلى أوهام بأن هذه الزيارة ستحدث هكذا أو أن هذا الفعل سيحدث هكذا وأن مسيرة واحدة سيتحقق بها مطالب الناس أو لا. نحن لدينا قضايا عادلة، وهذه القضية العادلة ولسنا استثناء، مثلنا مثل شعوب الأرض، كل شعوب الأرض دفع الضريبة. الشعب التونسي ما حصل الديمقراطية بسهولة، حصلها على دماء، والشعب المصري حصلها دماء. وأيضا لا نتكلم عن أنه نتكلم عن يعني 18 يوم في مصر، لا مثير 18 يوم في 50 سنة من الحكم غير الديمقراطي، وقبل أيضا مئات السنين من الحكم الملكي غير الديمقراطي أو الديمقراطية المشوهة، وبالتالي هذه تراكمات. الآن بعض المفاصل منها تنحسم في 18 يوم كما حدث في الثورة المصرية، ولا زال الشعب المصري يدفع. يعني لحد الأسبوع الماضي كان في تنكيل بشباب التحرير الموجودين أو قسم من شباب التحرير الموجودين. احنا نفس سنة الأرض، يعني نحن سنة الأرض هي بسيطة. من يملك قرار ويملك ثروة بغير وجه حق، شو يعني بغير وجه حق؟ يعني مال البحرين ليس ملك لأسرة آل خليفة، مال البحرين يجب أن يوزع بين كل شعب أهل البحرين بالتساوي. قرار البحرين السياسي ليس ملك إلى أحد، ليس ملك للشعب. مع أن أنا من الداعين وأصر على الملكية الدستورية وأريد أن أطور الملكية الدستورية اللي يكون فيها الخليفة هم الملوك، ولكن أريد أن أطور نظام ديمقراطي يطور هذه الملكية. شيخ علي، الملكية الدستورية يعني لو سمحت لي، طبعا يعني هذا النظام بإمكان الملك في أي وقت من الأوقات أن يحل البرلمان، أن يحل الحكومة، وأن يعيد الوضع إلى المربع الأول. هل هناك من ضمانات، أليس النظام الجمهوري مثلا الذي يطالب به البعض في البحرين ربما هو الأسلم والأضمن؟ هذه الشهادات سياسية، أنا لا ألوم أحد بأنه يطالب بالجمهوري أو ما أو يطالب بغيره. أنا قناعتي أن النظام الملكي الدستوري الديمقراطي هو الأفضل لنا في البحرين والأنسب لنا والأكثر إمكانية تحققها في البحرين من أي نظام آخر. هذا ممكن أن يجمع عليه، إذا كان لابد من الحديث يجمع عليه السنة والشيعة، والتسمية الأدق يجمع عليه الموالاة والمعارضة، أو نسبة كبيرة من المعارضة ونسبة كبيرة من الموالاة، وأيضا تجمع عليه الأسرة، وأيضا يمكن تسويقه في منطقة الخليج ويمكن البناء عليه. فهذا الذي يجعلنا نتمسك بهذا. طبعا أنا أعتقد هذا اجتهادي السياسي متمسك فيه وأدفع فيه، لأن أعتقد أن في مصلحة وطني بكل مكوناته حاضرة ومستقبلة. نعم نعم، أنا سأسألك سؤال قبل أن أعود إلى الوضع أو الواقع البحريني السياسي والاجتماعي والاقتصادي. أنا أيضا أريد أن أعلق، يعني عندما قلت المقدمة في مسألة الزيارة أن لا نتوقع بأن زيارة شو اسمه، ولكن إجمال الزيارة التي شملت بريطانيا وجنيف وبيس وبرلين كانت إيجابية، بمعنى أن في كل هذه المكانات وجدت مسؤولين يتفهمون طبيعة الواقع الموجود في البحرين، وأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، والأهم من ذلك أن هناك حاجة لإصلاح سياسي يأخذ البحرين إلى إطار الديمقراطية. وهذا قد يؤدي إلى هذا التفهم. هذا تفهم جيد، هذا التفهم يحتاج أن يتطور، يحتاج أن يتحول إلى برامج تساعد البحرين في الوصول إلى هذه المرحلة بطريقة سلمية. نعم، الآن كيف تنظر إلى موقع البحرين
ضمن ثورات الربيع العربي مثلها مثل الثورة التونسية مثلها مثل الثورة الليبية مثلها مثل ثورة جسمة. هذه ثورات شعوب متشابهة لنفس الأسباب تريد أن تصل إلى نفس الغاية. نعم. بهذا الاختصار الآن كيف تقرأ مستقبل البحرين؟ نبدأ سياسيا بعد ذلك ربما اقتصاديا وكذا. كيف تراه خلال العقد القادم خلال 20 سنة القادمة؟ يعتمد على طبيعة النظام السائد وطبيعة عمل المعارضة أيضا. أيوة. وطبيعة الوضع الإقليمي. طبيعة عمل المعارضة جزء مما يؤثر في الواقع. ولكن طبيعة الواقع الإقليمي. شوف إذا نجحت المعارضة أو نجح المجتمع وأوسع من المعارضة فيما نجحت فيه تركيا في سنة 2002 في التحول من نظام مدعوم عسكريا دكتاتورية عسكرية إلى نظام فيه ديمقراطية حقيقية 8 سنوات 10 سنوات بينها وبين أن تتحول إلى رقم 16 في الاقتصاد العالمي بعد أن كانت الزبالة تشحن يعني اسطنبول. نعم. والفساد كان من أكثر الدول فسادا. نعم. هذا وش اللي صار في تركيا؟ ما الذي حدث؟ صارت إرادة الشعب مفعلة وليست إرادة العسكر. هو هذا أينما ينجز هذا الموضوع أنت وضعت نفسك على السكة الصحيحة. أنا أعتقد البحرين بما فيها من ثروة محدودة حطها في إطار حكومة مسؤولة، حكومة تأتي ببرنامج، حكومة في رقابة في مجلس عسكري حقيقي يراقبها من شعب البحرين. هذا ما له علاقة لا بالدين ولا له علاقة بمذهب ولا علاقة بسنة وهراء، فقط بالسياسة. يا أخي هذه موضوع في كل الدنيا. يعني هي تركيا دولة في غالبيتها مسلمين. هو نفس هذا الأمر نجح في البرازيل. البرازيل تحت حكم غير ديمقراطي ما تستطيع شو اسمه. هذه باكستان وهذه الهند. الهند متقدمة لأنها فيها نظام ديمقراطي حقيقي، وباكستان بسبب سيطرة العسكر والديكتاتورية فيها واقع متخلف. شيخ علي صحح لي هذا الموضوع، سيكون مستقبل البحرين مستقبل زاهر 100% سيكون مستقبل زاهر. نعم. هو هذا أساس السؤال. أنت تقول إذا إذا إذا. نعم. يعني كلها مشروطة بهذه الإذا. رأيك أنت كشخص يتعامل مع السياسة ولاعب سياسي يمكن أن نقول بارع منذ سنوات، ما هي إمكانية تحقق هذه الإذا هذه الشروط؟ بعد يعني ثورة الشعب التونسي والشعب المصري والحراك العربي من المحيط إلى الخليج، ما في دولة ما فيها حراك، ما في دولة ليست فيها حراك، هكذا القراءة. الآن الحراك قليل في هذه الدولة، الحراك لا زال يصنع، ولكن كلها انطلقت. وإلى أي نظام ديكتاتوري في هذه المنطقة عليه أن يحط خيارين، أما خيار الملك المغربي وهو المبادرة وإعطاء بعض التقدم السياسي من أجل تقدم سياسي آخر، الشعب المغربي لن يقنع بأنه تبقى صلاحيات جلالة الملك المغربي بهذه السعة، سيطالب في مرحلة قادمة. ولكن ما دمت أعطيت بطريقة سهلة بعض مطالبه هو يقتنع من عندك أنه يقرك على بعض صلاحياتك إلى فترة معينة من أجل أن تتقدم أخرى، أو خيار القذافي بينهم في تفاصيل، بس هو هاي الفكرة. أما واحد يريد أن يمشي الدنيا على مزاجه هو وعقليته هو وينتهي به الأمر إلى هذا القتل، يعني بهذه الصيغة غير المريحة والمحزنة لأن الأمر توصل إلى هذا الأمر، أو يأخذ مبادرة. كل دول العربية جاية بهذه الطريقة، من يعتقد أنه في استثناء قاعد يعيش، أنا في تقديري قاعد يعيش. لذا أعتقد أن هذا مصدر بعد الله سبحانه وتعالى، مصدر تفاؤل بأن كل القاطرات العربية المتحركة نحو الديمقراطية ستقطع هذه المسافة في العقد الجاي. ستنقطع هذه. في مشاكل بتصير، في مشاكل بصير في مصر، مشاكل بصير في تونس، مشاكل بصير في اليمن، مشاكل، ولكنها مشاكل التحول الديمقراطي الطبيعي، وسترسو لأن في شيء فطرة، في شيء عقل، وهي اللي يسهل الأمر. وخلينا أطلق مثل هذه الإطلاقات شبه الجازمة، إحنا مش نعيش يعني خارج سياق الإنسانية. يا أخي هذا ما حدث في أوروبا، حدث بعد الثورة الفرنسية بتدافع، يعني هذه حتمية تاريخية. حدث في 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 شو اسمه في أمريكا الجنوبية، حدث في أفريقيا، حدث في أوروبا الشرقية، حدث في جنوب شرق آسيا، بعضها
طريقتها أكثر سموث يعني أكثر سلاسة، وبعضها كانت خشنة، بس هو يحدث سيحدث في منطقتنا. نعم أنت سيحدث حتمية تاريخية، حتمية تاريخية أن الشعوب سيكون لها قرار الأول والنهاية في إدارة شؤونها، حتمية تاريخية. أنت طبعا هنا متفائل، ترى أنه الأمر سيحدث 100%، ولكن سؤال أو تفاؤلك هذا ناتج عن ربما تفاؤل رجل الدين، وأنت شيخ أيضا درست في إيران كما درست في السعودية وخطيب، تفاؤل نتج عن كونك رجل دين، ورجل دين طبعا يؤمن بانتصار الحق، هذه حتمية، أم ناتج عن حسابات سياسية وميدانية نابعة من الواقع السياسي والحراك السياسي في البحرين؟ طبعا الأمل بالله سبحانه وتعالى وحكمته وسند إلى المظلومين وسند إلى المحقين وسند إلى الكذا، هذا شيء أساسي. ويبقى فكرة الحساب السياسي وفقا للمعطيات الحالية، هو ليس اكتشاف جديد، ولكن في هذه اللحظة التاريخية قال الشعب التونسي أن حانت اللحظة التاريخية إلى أن الشعب مصدر السلطات، والشعب يقرر نظام السياسي واختيار حكومته، بدل أن يتفرد فيها حزب واحد أو أسرة واحدة أو شخص واحد. وأعتقد هذه المسألة أيضا وفقا لحسابات سياسية الآن حاليا. أكثر الأنظمة التي يعتقد البعض بأنها ثابتة تثبت الأيام بأنها يعني تعيش الهشاشة وليست لها القدرة على الوقوف أمام طموح طبيعي في النفس الإنسانية، طبيعي، طموح طبيعي لن يتوقف، لا يمكن إيقافها. لو نحاول أن نضع ربما حدود زمنية، هل ترى بعض التغيير ربما الإيجابي في المستقبل القريب جدا فيما يخص الحالة السياسية في البحرين؟ أنا أعتقد أن يعني لا أستطيع أن أوقت، هذا كلام أعيد تكرارات طرحته سابقا، أنا أستطيع أن أقول بشيء من الطمأنينة إلى أن المستقبل هو للتحولات الإيجابية وللديمقراطية. متى هذه أمور تتحكم فيها ظروف محلية وأقليمية ودولية، ولكن مع إصرار هذا الشعب على نيل حقوقه هذا يقصر المدة، مع حسن إدارة إلى عمل السياسي هذا يقصر المدة، مع تمسك بالإطار السلمي في فهمي هذا يقصر المدة. متى أمر ليس أنا لا أستطيع أن أحدده، يعني حتى لو لا نريد أن نحدد، طبعا هذا من المستحيل أن يحدد لك أي سياسي أو أي دارس أو أي باحث تاريخ محدد، ولكن هل نتحدث عن شهور، عن سنوات، عن عقود؟ لا أستطيع أن أحدد، ولكن انتهى زمن العقود وأصبحنا في زمن الأسابيع ثم الشهور وفي أسوأ الحالات في أسوأ الحالات في السنوات. هذه هي الصيغة الموجودة وهذا هو المسرى، لأن يعني في أمور كثيرة تغيرت، واحدة منها أن الناس اليوم نتيجة لوسائل الاتصال أصبحت تتقدم بشكل، يعني أنت حتى تثبت أنه كان في ظلامة، يعني هذه المظاهر التعذيب التي حدثت والقمع التي حدثت كنا نحاول أن نشرحها إلى دكتور وزميل في مجلس النواب، قلت ترى عذبوا الإخوان، قال ما أصدق أنهم عذبوا، يقول لي عذبوهم ضربوهم كهرباء، كنا احنا في مجلس النواب، عذبوهم ضربوهم كهرباء، هذا لين اخوانك المواطنين صعقوهم بالكهرباء، مستحيل. اصبح هذا المستحيل اليوم ممكن اثباته بهذه الصورة. شو انت لو بعض الشسمان لو تحلف لي على القرآن تقول لي والله هذا الشرطي فلا تصيخ، قلت ما اصدق، بس الصورة خلتها ينتقل الى ناصيه شرطي فلا تصيخ. التغيير القريب القادم في البحرين هل سيؤثر على المنطقة، منطقة الخليج بالذات؟ فيها الأمور تتأثر ببعضها البعض، ولكن تأثير أنا لا أعتقد بأنه يكون تأثير دراماتيكي. ترى في أيضا يعني في الكويت في سنة 61 عندهم مجلس برلمان هو من صلاحية استجواب رئيس وزراء، تصور قبل 50 سنة يعني كم كان متقدم في تلك اللحظة التاريخية، متقدم على العراق ومتقدم على أغلب الدول العربية، الآن يحتاج إلى تطوير. أنا أعتقد أن هذا ما كشفت عنه الأحداث الأخيرة في الكويت، أنه يحتاج إلى تطوير، وممكن تتطور البحرين تسبق سياسيا أكثر من غيرها، ممكن تسبقنا عمان، يمكن تسبقنا الكويت، نحن سعداء بأي تحول
نحو الديمقراطية وتطوير ملكيات دستورية. نامل أن نشارك بشكل إيجابي ونقدم نماذج تتعايش فيها الملكيات مع طموحات الشعوب وتنحل المشكلة. وهذا ما سعانا، هذه فكرتنا. لأن هذا سأستعير عبارة إلى الدكتور حاكم المطيري، أما الإصلاح، وقال قبل تقريبا 10 سنوات، أما الإصلاح أو الطوفان، وقد أتى الطوفان في تونس. ونفس هذه العبارة صالحة، أما الإصلاح أو الطوفان في منطقة الخليج. علينا نختار، إذا كنا عاقلين، حاكمين أو محكومين، سنختار الإصلاح. يعني طبعا هذا التفاؤل وهذا التصور للتغيير الذي تراه قريبا، هل هناك من استراتيجية ربما لمحاولة التسريع في حدوثه وفي جعله واقع؟ المواصلة في العمل السلمي الشعبي والسياسي والإعلامي والثقافي، ومحاولة التواصل بين كل أفراد المجتمع وقوى المعارضة، وهذه هي الاستراتيجية الموجودة، والاستمرار فيها، الاستمرار بجدية فيها. ونأمل أن لا يسقط ضحية من أي طرف، ولكن نحتسب عند الله سبحانه وتعالى في سبيل قضية عادلة كل من يتأذى ويتضرر أو يسقط في هذا الدرب. ما بيدنا حيلة، نحن نرغب وكنا نرغب، وفي 1992 نحن ودينا رسالة إلى الأمير: يا أمير، غلط فكرة أن تسوي مجلس شورى، سوي مجلس، عود إلى الدستور 73 مجلس. لو أخذ بهذا الموضوع ما حدثت انتفاضة 1994-95. الآن نتقدم بإصلاحات دستورية في سنة 96 2002، قلنا غلط هذا الذي يحدث من تعديل الدستور بطريقة، لو أخذ بهذا الكلام ما وصلنا إلى هذا الموضوع. قدمنا مقترحات قبل الأحداث في 12 فبراير، لو كانت هناك مبادرة ما حدثت أحداث ما بعد 14. اليوم نقدم مقترحات أيضا، حوار حقيقي جاد متوازن بين الأطراف الموالية والمعارضة. ما في أطراف، يعني 20 في البحرين، في طرفين، طرف يطالب بتطوير النظام السياسي بإيقاع زمني معين، طرف يرفض أو يطلب جدول. هاي الطرفين الموجودين، هذين يجلسون على طاولة بشكل حقيقي ومتوازي ويطرحون أوراقهم، وبالنتيجة يحتكمون إلى رأي الشعب البحريني ويختارون طريقهم. يعني هذا التطوير، وإلا هذا التدافع سيستمر، والنتيجة محسومة، النتيجة النهائية محسومة. ستحسن من البحرين، تحسن من الكويت، تحسن من المملكة العربية السعودية، تحسمت من مصر وساعدت في الموضوع، وهي سنة الحياة. على كل سماحة الشيخ، نحن نتمنى أن يكون تفاؤلك هذا وحساباتك هذه أن تتحقق في أقرب فرصة ممكنة، وأن تنال الشعوب حقوقها، وأن طبعا أن تحقق مطالبها بدون نزيف الدماء. ونحن طبعا سنختم هذه الحلقة، ولكن إذا كنت تريد أن تقول كلمة للشعب البحريني، لمن يشاهدك الآن والشعب عموما، ماذا تقول له في ظل هذا الوضع الأمني المتوتر؟ شاهدنا الصور، شاهدنا لقطات، طبعا هناك حراك سياسي كبير، هناك توتر. ماذا تقول الآن للمواطن البحريني وللمشاهد البحريني؟ أقول هذا الوطن العزيز جزء من وطننا العربي، البحرين هي أمانة في أعناقنا جميعا بكل مكونات، سنة وشيعة، عربا وعجما، حاكمين ومحكومين. يجب أن يكون قلبنا على بعضنا البعض، ويجب أن تكون رؤاننا المستقبلية تحتضن جميع أطيافنا. وأنا على قناعة تامة، ليس هناك من وطن في البحرين يمكن أن يكون في مصلحة طرف على حساب طرف آخر. هناك فرصة وهناك إمكانية حقيقية وهي عاقلة أن تكون البحرين في مصلحة كل أبنائها، وطن للجميع، يحتضن كل آمال الجميع. شو طموح الإنسان اللي يطمح أن يكون متميز عن الناس؟ هذا ليس له مكان، هذا هو عنصر عدم الخيرية. من يطمح أن يعيش متساوي مع الناس
له نفس الفرص والواجبات. انه نفس الفرص وعلى نفس الواجبات على نفس الحقوق. هذا وفقا لهذا هذا في مصلحة كل أهل البحرين، ويعيشون محترمين، ملكها محترم يسافر الدنيا كلها، وشعبها محترم، وسجونها إلى المجرمين المنتهكين إلى يعني القضايا الجنائية، القضايا الجنائية والكذا. وهذا اللي حققه الناس في أوروبا قبل 300 سنة و 400 سنة ليس شيء جديد. يعني نحن ما قاعدين ندعو إلى شيء جديد ولا الابتكار يعني اكتشفوه أهل البحرين المعارضة البحرينية، لا. نعم، يعني أهم ندائك هو للوحدة الوطنية ووطن لجميع أبناء البحرين. هذا معتقدي، بأن البحرين ليست إلا أرض تضم جميع أبنائها، ونظام سياسي يحترم جميع أبنائها، ولا يتجاوز على أحد فيهم أبدا، لا على مذهب ولا على دين ولا على عرق ولا على كذا. وهذا ما أهل البحرين قادرين على إنجازه. بهذه الكلمات نختم سماحة الشيخ علي سلمان هذا اللقاء معك. نشكرك شكرا جزيلا على حضورك معنا، كما أشكركم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ونلتقيكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين دمتم بألف خير وإلى اللقاء.